وككل صباح مشاهدينا نطل عليكم من استوديوهاتنا في بيروت إلى كل دول العالم، حاملين معنا كل ما هو جديد ومفيد، كل ما هو لذيذ ومميز، وكل ما يحتاجه المشاهد العربي. كل هذا وأكثر في صباح النور. صباح النور أمين. صباح النور. صباح النور. صباح النور شباب وصبايا. وفي اليوم العالمي للإنماء الإعلامي، تحية من القلب لكل قلم وصوت وصورة، لكل جهد وعرق وحتى شهادة في أحيان كثيرة، لكل من يقدس مهنة الإعلام بمفهومها الصحيح والسليم، ومنها طبعا زملائي أمين وتوني وهبة. نعم. ولكل صحفي ومراسل في موقع الخطر نقول حماك الله. أما ما هي فقرات ومواضيع صباح النور لليوم الثلاثاء 24 من أكتوبر 2017 فنكتشفها سويا. البداية مع مسرحية غريبة قصتنا لمركز غدي للناشئة، تمارين رياضية لشد عضلات السواعد في فقرة الجسم السليم، ضرورة تنظيم الوقت موضوع الحياة حلوة، أسباب فشل عمليات التنحيف في صحتك، جديد مواقع التواصل الاجتماعي في هاشتاغ صباح النور، وميزانيات الطوارئ في فقرة موضوع الأسبوع، تقرير عن خطوات مخيم وإيقاع، أرشيف السينما الفلسطينية موضوع من هنا وهناك. أما ألذ الأطباق فمع الشيف فؤاد شرف في ولا أشهى. ونقول صباح النور للشيف فؤاد. صباح النور طوني. صباح النور هبة. صباح النور أمين. ماذا لدينا اليوم؟ اليوم عندنا طبقين مميزين عاملين فروج مسحب بنقعة الطوق. طبعا مش بس حتكون نقعة الطوق، في لها كتير قصص حتكون حنحكي عنها خلال الحلقة. دجاج بنقعة الطوق، صح؟ بتعرفوا الطوق من العائلة الكريمة. نعم. الشيش طوق بيكون ابن عمي. يعني بينفي لمسة طوطية خاصة. وكمان محضرين، هي تعتبر يخنة حتكون مضاف عليها لنجاس، طبق كتير مميز من اللنجاس واللحمة مع البصل، طبق عن جد مميز، طريقة تحضيره كمان سهلة، فيتابعونا المشاهدين خلال الحلقة يشوف كيف حنقدمها. تعودنا شيف فؤاد على شهية أطباقك. شكرا. نحن بالانتظار، ومشاهدينا نحن دائما بانتظار تواصلكم معنا مع فريق صباح النور، وهذا حسابات البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أسفل الشاشة. أما البداية مع رويدة بعيد ومع الخبر. صباح النور أمين. صباح النور هبة. صباح النور توني. صباح النور ويدا. صباح النور مشاهدينا، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. دعا وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الحكومة العراقية والسلطات الحاكمة في إقليم كردستان إلى حل الأزمة التي انفجرت على خلفية استفتاء الانفصال والمناطق المتنازع عليها عبر الحوار. دعوة تيلرسون جاءت في ختام اجتماعه مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بغداد، وقد استهل العبادي اللقاء بالدفاع عن دور ميليشيا الحشد الشعبي، رافضا الاتهامات الأمريكية بأنها تعمل نيابة عن إيران في العراق. من المقرر أن يجتمع برلمان إقليم كردستان العراق اليوم في جلسة يتوقع أن تتركز على بحث الرد على التحركات الأخيرة للجيش العراقي وميليشيا الحشد الشعبي واستعادة الحكومة المركزية السيطرة على كركوك والمناطق المتنازع عليها. بموازاة ذلك، أكد مسؤول في المجلس الأمني لحكومة كردستان وجود حشود للقوات العراقية في منطقة فيشخابور شمال غرب الموصل. كما أصدر مجلس الأمن في الإقليم بيانا اعتبر فيه أن بغداد لم تظهر أي بادرة لوقف التصعيد، وأكد أن التعزيزات العراقية تضم عناصر من ميليشيا الحشد الشعبي. قال مايك بانس نائب الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة ستنقل المعركة ضد الإرهابيين إلى معاقلهم بحسب تعبيره. وفي كلمة في البيت الأبيض بمناسبة الذكرى 34 للهجوم على مجمع المارينز في العاصمة اللبنانية بيروت عام 83، تعهد بانس بتدمير قدرات حزب الله وجلب قادته أمام العدالة، معتبرا أن الحزب ليس إلا وسيطا لإيران التي وصفها بأنها راعية للإرهاب.
التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، حيث جرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما عقد وزير الخارجية القطري جولة محادثات مع نظيره التركي مولود جويش أوغلو، تركزت على الأوضاع الإقليمية إلى جانب التحضيرات الجارية لعقد اجتماعات الدورة الثالثة لمجلس التعاون الاستراتيجي التركي القطري رفيع المستوى. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن عقوبات اقتصادية بحق قادة كبار حاليين وسابقين في جيش ميانمار على خلفية أعمال العنف بإقليم أراكان غرب البلاد. وأعربت الناطقة باسم الوزارة الأمريكية هيدر نورت عن قلق بلادها العميق إزاء التطورات التي يشهدها إقليم أراكان، مشددة عن كافة الأشخاص أو الهيئات المسؤولة عن أعمال الإبادة ستتم مساءلتهم. وأضافت نورت أن بلادها سبق واتخذت تدابير ضد سلطات ميانمار بسبب ما يحدث لمسلمي روهينجيا، منها وقف بيع الأسلحة لجيشها منذ فترة طويلة. فاز المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل لاعب في العالم للعام الثاني على التوالي. رونالدو الحاصل على الكرة الذهبية 4 مرات والفائز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني مع ريال مدريد هذا العام احتفظ باللقب بعدما تفوق على ليونيل ميسي هداف برشلونة ونيمار مهاجم باريس سان جيرمان في تصويت شارك فيه مدربو وقادة منتخبات وطنية بجانب صحفيين ومشجعين في حفل توزيع جوائز نظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. يعني رواية كريستيانو رونالدو يستحق، وأكيد أنت فرحان. طبعا أكيد أنا عارف. مع أنه على زميلنا البارح كان منزل بوست اللي هو ضد أنه كريستيانو رونالدو أخذ الجائزة لأنه من عشاق ميسي. أكيد غملوش. أكيد لكن أنا بالنسبة لي أنا كريستيانو رونالدو يستحق أنه يكون أفضل لاعب في العالم، مش مجرد لأنه أفضل لاعب كرة قدم. يمكن يكون ميسي عنده يعني عنده قولوا إحنا موهبة أكثر في حاجات معينة، هما أولا مش نفس البوست يلعبوا، ولكن كريستيانو بالنسبة لنا يقعد ليدر، هو قائد على الملعب، وشفناه مع البرتغال شنو يعمل، هذا يخليه يكون أفضل لاعب في العالم. سلم تمك أمين. إلى جولة الصحف مشاهدينا، ونبدأ من الزمان العراقية التي عنونت معصوم للزمان أمثل جميع أطراف الشعب ولم أشترك في كتابة بنود اجتماع دوكان، رئيس الجمهورية يحذر من قيام جماعات خارجة عن القانون في مناطق نائية بالشمال. إلى صحيفة الشرق القطرية التي ركزت على الشأن الإماراتي وعنونت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات تطلق إجراءات لكشف دورها في تقويض السلام، دبي المهرجانات لخدمة الإرهاب. إلى صحيفة الوطن الكويتية التي تناولت الأزمة الخليجية وقالت السودان دعم الجهود الكويتية لحل الأزمة الخليجية، ضرورة تقريب وجهات النظر بين الأشقاء. من الوطن الكويتية إلى المدينة السعودية والتي تناولت الجدل الدولي حول الدور الإيراني وكتبت ترامب معاتبا أنجيلا وماكرون، الصفقات التكنولوجية مع إيران خطر. أما الجمهورية اللبنانية فركزت على تزايد الضغوط الأمريكية على حزب الله اللبناني وقالت واشنطن لتقويض حزب الله. أما الشروق التونسية فاهتمت بالمسائل الداخلية في تونس وجاء في عنوانها بعد تراجع حافظ السبسي عن الترشح حسابات سقوط حلم ألمانيا. القدس العربي أبرزت القمع الحاصل في السعودية وقالت منع عائلة الداعية السعودي سلمان العودي من السفر. أما العربي الجديد وفي عددها الصادر اليوم جاء في عناوينها الرئيسة إقليم كردستان بغداد تصوب على المعابر والنفط، المهندس المالي رئيسا للبودستانغ، وفي زاوية الحدث الجيش المصري ينتقل لمجزرة الواحات والشرطة مرتبكة، وأخيرا في كاريكاتير العربي الجديد رسم بريشة عماد حجاج يعكس مدى تعاظم الهيمنة الروسية على سوريا. هذا كان أبرز ما جاء في عناوين الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم. شكرا لكم لحسن المتابعة مشاهدينا، والآن عودة إلى الزملاء. شكرا لك رويدة، نلتقي بك
بعد قليل أو بعد ساعة. ومن السياسة مشاهدين إلى الفن، وخصوصا عندما تجتمع عناصر الطبيعة والأطفال ومركز غدي للناشئة على خشبة المسرح، فلنتابع هذا التقرير. قصتنا ببساطة بتحكي عن عناصر الطبيعة، كيف لما بتتكامل كلياتها مع بعضها، كل واحد مسؤول عن دوره بهذه الطبيعة لحتى تتوازن الطبيعة. بقى لما يكون في أي خلل أو أي تقصير بهالعناصر هاي بيختل توازن الطبيعة. شغل مع الأولاد كان كتير حلو، والأهل كانوا كتير متعاونين، كانوا عم يجوا على الوقت، وكان عنا يعني 120 ساعة تدريب في خلال 5 أشهر. يعني كان شيء كتير بيطلب تعاون من الأهل ومن الأولاد كمان. كانت تقنيات أكتر يحسوا بالمسرح من يعني تأهيلهم لحتى يكون عندهم صوت أعلى، يصير عندهم ثقة بنفسهم أكتر، يشتغلوا مع غيرهم، يتعاونوا مع ممثلين آخرين، وشوي ياخذوا فكرة عن المسرح المحترف بعدين يمكن يفوتوا فيه أو يمثلوا بمسرحيات تانية. مركز غدي للناشئة هو مركز تابع لجمعية الإرشاد والإصلاح، يلي بتعنى بالجانب التربوي والاجتماعي والخيري. المسرح هو بيعنى بتنمية الشخصية لحتى لإبراز مواهب الأطفال، سواء بالدراما سواء بالإنشاد وبغيره. أنا اسمي مالاك ياموت، وأنا بكون بمثل بهالمسرحية بكون إمكانية. هلأ أنا يعني بلبي طلبات عائلتي وبساعد زوجي بالمزرعة وبطبخ. هي شوي غريبة هالقصة، فرياح لحتفل ورح يديها لخواريف تعو الابنة تعو عائلتنا هولي اللي هن معايشينا. فأنا رح فيق زوجي أبو كريم ورح قال له متأخر كريم اللي هو بيكون ابني مشان يروح يفتش عليه، ومنرجع أنا بساعد الفراشات والنحلات مشان رجع رياح. أنا بدي رجع رياح لأنه أول شيء بطل عنا نباتات، ولأنه نحن ما عم نقدر نعيش، يعني نحن أنه أكيد ما فينا نعيش بدون رياح، وكيف بدنا نتنفس يعني إذا ما كانت رياح. اسمي نور دعوق، وأنا بمثل دور النحلة اللي هي بتخلي رياح تروح لأنه ما عم تخليني أبداً ألعب وبتطيرني، فأنا كتير بعصب وبلش بكذب عليها وبقولها أنه رفقاتك ما بيحبوك أبداً. هي بتزعل وبخليها تروح على مدينة بعيدة منها. هذوما من الحاجات اللي قبل كي كنا صغار كنا نعملوهم المسرح، كانت من احلى لحظات في الحياه. صحيح. يعني بصراحه بالرغم من التطور التكنولوجي، بالرغم من انه صارت برشا حاجات في حياتنا، لانه فكره هالمسرح هذا للاطفال، خاصه عندما تجتمع عناصر الطبيعه باش تكون مسرحيه معينه. صحيح. ويكونوا الاطفال يقوموا بدور العناصر الطبيعيه اللي نعيشوا معاها، وقديه بتغذي ثقافته. صحيح. كمان للطفل، اولا يعني تغذي ثقافته، تعلموا حاجات على حياتنا، على الطبيعه، انه لازم نحافظوا عليها، وخاصه انه المسرح الطفل. وانا واحد من الناس معناه اللي عشت التجربه هذه، المسرح من اكثر الحاجات اللي يساعد الطفل في نموه على مستوى الفكر نتاعه، على مستوى تفكيره. صحيح. على برشا حاجات تخليه يتغير، حتى الثقافه. لا اكيد انا يعني بضم صوتي لصوتك، وانه من الناس اللي كتير بحب المسرح، وعن جد له ذكريات. اذا بنرجع لايام المدرسه له ذكريات كتير هيك كانت مميزه وحلوه. ولكن انا رح انقلك على موضوع تاني كمان كتير شيق. بدي احكي لك انه بعد بلوغ دائما الكبار بالسن، سن الشيخوخه، يرضى الكثير من الاشخاص بحياه خاليه من الاثاره والحيويه، غير انه هذه المراه الثمانينيه قبلت ان
تستسلم للشيخوخة ومارست نشاطات خطرة وكأنها في ريعان الشباب. تمضي تريش واكستاف 85 عاما من منطقة أوكسون الإسكتلندية، جل وقتها في ممارسة الكثير من النشاطات التي تتطلب الجرأة والشجاعة كالقفز المظلي والإبحار والسباحة مع أسماك القرش وطيران الشراعي والمشي السريع. وقد تمكنت السيدة واكستاف من جمع تبرعات بلغت 200,000 دولار أمريكي على مدى عقد من الزمان لصالح الأعمال الخيرية. وقالت واكستاف بعد عملية أجريت لها في عام 2002 لاستبدال أحد وركيها: اعتقد أفراد عائلتي وأصدقائي بأني لن أتمكن من الحركة ثانية إلا أنني استعدت عافيتي واستأنفت نشاطاتي ثانية. وحثت السيدة واكستاف جميع المتقاعدين على عيش حياتهم بشكل حيوي وممارسة النشاطات المثيرة وعدم الاستسلام بسبب تقدمهم في السن بحسب صحيفة ميرور البريطانية. صراحة هيبة أنا أمنيتي أنه إن شاء الله معناها إذا كبرت نكون كما هالسيدة هيبة. بتحس إنه الرياضة توقف عند عمر معين؟ يعني أنا بحس كل شيء ما يوقفش عند عمر معين. نعم. بناش يمكن هذه نظريتي أنا في الحياة، لكن أنا بحس الإنسان عمره 70 ينجم يعمل اللي يحب عليه. نعم. يعني بس إنه ما بتحس إنه هذه الرياضات خطيرة وهي خطيرة صحيح، ولكن أنا بصراحة من الناس يمكن اللي عندي تجربة في كل ما هو تسلق وهايكنج والجبال والأجواء، الرياضة اللي في الطبيعة الكل، وبصراحة حتى كي شاركت في حاجات انترناشونال اللي كانوا معانا كلهم كبار في السن. نعم. يعني نتفكر وقت معانا فريق الصين كان أصغر واحد في عمره 65 سنة. يعني نحس أنه الناس البرة كان عندهم فكر آخر علينا أحنا شوي. نحن أول ما يوصل عمره 50 خلاص يتعب ويمسك الفرش وأمراض وكل، لكن نحس أنه الإنسان ينجم يتغلب على نفسه ويعطي عزيمة الروح وأقوى ويعيش حياته معناه بالآخر. ومش ضروري كمان الرياضات الخطرة، يعني الواحد يروح لرياضات تكون أنسب. يعني إذا إنسان عنده مرض، عنده ضغط، عنده صحيح سكر أو أي مرض من هول الأمراض المستعصية، في روح للرياضات اللي سهلة بالنسبة له، بس أهم شيء إنه يمارس الرياضة. صحيح، ولكن حتى راوية هي بالعمر، العمر مش ما عندوش حاجة معينة. يعني إحنا ما نعرفوش على رواحنا وقتش تجي ساعتنا، لأنه هذه حاجة بمشيئة الله قدره. صحيح. فالإنسان يعيش حياته عادي وكهو، المهم أنه يحافظ على جسمه ويحافظ على صحته، يحاول أنه يأكل أكل صحي، يمشي، يعمل رياضة، يبعد على الحاجات اللي تأثر عليه. نعم. ويخليه يعيش حياته. نحن ناطرينك على عمر 70 سنة، بدنا نشوف تقرير لك وأنت عم تتسلق الجبال. إن شاء الله. على هذاك أنا كيما برشا ناس نحب نحافظ على بنية قوية وسليمة اللي لازمها ولابد من اللياقة البدنية باش تكون عنا. تمارين رياضية لشد السواعد بواسطة الأوزان الحرة، هذا ما سيناقشه توني المستعد رياضيا مع المدرب الرياضي نضال ملاعب في فقرة الجسم السليم. صباح النور. صباح النور. أهلا وسهلا توني. شو الأخبار؟ حضرتك اللي رح تقدم لنا الفقرة ولا حضرتك مساعد لنضال أو شيء؟ هذا كان توني طوق، هلأ توني شواربة. محمص توني اليوم، محمص نضال نيالك بتوني اليوم. أكيد اليوم عندنا السواعد. يا السواعد ساعدوا. خبرنا سواعد كأنه مقسم إلى قسمين، بايسبس وترايسبس، صح؟ مزبوط، هي عضلة البايسبس العضلة الأمامية للساعد، وعضلة الترايسبس العضلة الخلفية، وأكيد في عنا عضلة الزند اللي قدام تحت. والتمارين بتختلف، يعني عمليا جسمنا في شيء 6-7 عضلات أساسيات، بس دايما لازم كأنه نصدم العضل بتمرين جديد، صح؟ مزبوط. اليوم شو عنا؟ حنشتغل اليوم للبايسبس وللترايسبس. رح نبلش انا وياك هلا. نعم، بدي تساعدني بانه تركز لي. حنبلش انا وياك اول شيء، ولا يهمك. رح نبلش حركه الترايسبس اللي اسمها ترايسبس اكستنشن. خلينا نوقف هالمايك كرمال مبين. نعم. رح نعلي الايد لفوق، فوق الراس. ترايسبس. ترايسبس. اذا بدك حط الدمبل هذيك على الارض. نستعمل دمبل وحده، دمبل وحده، وزن حر واحد. بنعلي الايد لفوق. نعم. لفوق الراس. تساعد ايدي انا في القطعة على تاني ميل، هدي الكوع تقريبا. وبدي انزل ايدي ستريت، بدي انزل فيها لورا راسي. برجع بطلع على الاخر وبحاول بشد الترايسبس من هون. نعم. بنزل قد ما فيي وبطلع على الاخر. رح اعملها تقريبا شي 10 مرات. حساعدك يعني اني امسك الايد التاني هو بس تركز العضل يلي عم يشتغل. مزبوط، لانه اذا ما هديت ايدي معقول ايدي ترجع لورا او تقرب لتحت. يعني مهم الايد تكون يضلوا جالس. سو بنزل لتحت قد ما فيي وبطلع لفوق على الاخر وبشد العضله. يلا اعطيني. صرنا 5. انت سبقتني. 4. يس. بنزل
وبطلعوا بشدوا العضلة. أنا وعم بطلع بفضي نفس، لأنه عادة النفس بضغط أنا وعم بطلع بفضي. يعني الزفير أنت وطالع. أنا وعم بحمل الوزن دايما. شهيق. أوكي بياخد نفس، أنا وعم بنزل وبطلع لفوق وبشد. أنا بعد مرتين بشد لفوق. نحن سوا. أوكي. أعطونا ملاحظاتكم شباب. آخر مرة. جيد. أكيد. حننزل إيدنا ونشتغل الإيد الثانية. كمان نفس الشيء. علي إيدي لفوق. برجع ثبت. ثبت كوعي. الترايسبس بإني هدي بالإيد الثانية ونبلش. وبعلي إيدي لفوق. وبنزل كمان نفس. شهيق. بهالوقت بدي انتبه شوي الإجرين مطعوجين الركب، يعني ما بسكر ركبي، بخلي ركبي شوي صغيره مطعوجين. اوكي ليش؟ كمان ما يصير في ضغط على الظهر، والظهر دائما لازم يكون جالس، دائما الظهر بده يكون جالس والصدر مفتوح لقدام والركب شوي مطعوجين. نعم. اوكي حنرجع نكفيها. بنزل وبتفش لفوق، باخذ نفس، بتفش وبشد الترايسبس. كون عم بحس، اكيد طولي عم بتحس بالترايسبس اللي هي هالعضله اللي ورا. صح. بتتحرك. اوكي 7 قدامهم بنضل نتنفس بشكل صحيح. كل مرة كل ما عم بنزل وبطلع بدي اتنفس، ممنوع اقطع نفسي ابدا. 9 بعد مرة and 10. اوكي بنزل. في اعمل حركتين للترايسبس يلي هي بلقط الويت او الدمبل الوزن يلي هو عضل اخر بالترايسبس ذاتها، يعني بيساعد الخلفي. يس نحن حتى بالترايسبس عندنا اسمها ترايسبس، تراي يعني ثلاثة. عندنا شورت هيد ترايسبس، لونج هيد ترايسبس، وميدل هيد ترايسبس. أنا اليوم أي تراي سبس، يعني عم جرب ترايسبس. في عضلة طويلة اللي هي هون، هيدي اللونج هيد بنسميها الطويلة، وعندنا بالنص ويا عندنا العضلة الصغيرة، ذاتس واي اسمها ترايسبس. في ناس بشكل وراثي أو جيني بتكون الترايسبس عندهم قوية، صح؟ في عضلات أقوى من عضلات. دائما في عندنا عضلات أقوى من عضلات، وهذا الشيء كمان أوقات بيصير شيء وراثي أو فيه. طيب الحركة الثانية. الحركة الثانية رح نعمل كيك باك. نعم. كيك باك. هي بنزل لقدام بطعج جسمي شوي لقدام، خلينا نكون بوجبعدنا. نحط الايد الثانيه على الركبه تقريبا. نعم. ظهري من ورا جالس، صدر مفتوح، بعلي الكوع تيصير 90 درجه. 90 درجه. اوكي اسمها كيك باك. برجع لورا وبنزل ايد تصير كمان 90. نعم. برجع لورا بهدا شوي صغيره كمان وبنزل. شهيق. يس بتفش وبنزل. بتفش بنزل. بحس بهي العضلة اللي هون، بس طبعا الكوع لازم يكون ثابت. اكيد الكوع ما بيتحرك، ما في شيء عم بيهديه بالحركه السابقه. الكوع ثابت. بتفش ورا وبنزل كمان انا وياك. ما ضروري ارجع لهون، في كثير بيرجعوا لهون، مش غلط بس ما بكون عم بعمل شيء. فالايد بدها تضل 90 درجه. بتفش لورا وبنزل. اذا دفشت لورا وشديت بحس انه العضله عم توجعني. رايت. جربها. بنزل كمان. صح. حاسس فيها؟ بتوجع. اوكي حنعمل الايد الثانيه. يلا كيف بدنا نوقف؟ يلا ها كاني تعودت عليها. اوكي علي كمان علي الكوع. بقى معنا 3 دقائق لازم نعمل شويه بايسبس. يلا خلينا السواعد الجانبيه. يلا نعمل بايسبس. بايسبس يعني فينا نسميها السواعد الاماميه. الاماميه مزبوط. كمان بوقف هون لقدام. صح. في يوقف حتى الاجتين حد بعضهم. كمان بتعجي شوي الركب، صدري عالي، ظهري جالس، ببرم الدمبلز لقدام. صح. خلي الكوع مسكرين على جسمي، بطلع بالدمبلز تيصيروا على سويت الصدر تقريبا وبرجع بنزل. في ناس بيطلعوا بس 45 درجه، في ناس بيطلعوا يعني على النص. صح. فعليا لازم بنسميها فور رينج، لازم العضله تشتغل كلها سوا. اه اوكي برجع بنزل. مش غلط اذا عملتها على النص، يعني كل المسافه لكل فوق على الاخر. نعم. وانزل على الاخر. بدي كمان يلا. 1 2 3 1 بتسمعني؟ يلا شهيق فقط. اوكي لا هون متنفس، بنفضي نفس، باخذ نفس انا وعم بنزل. فضي نفس انا وعم بطلع، باخذ نفس انا وعم بنزل. دائما لما اطلع واحمل الوزن بدي احاول شد البايسبس، بدي شد قد ما فيي تحس بالوزن. طبعا الكوع ثابت، الظهر جالس. في اذا بدي صعبها شوي شو بعمل؟ بحاول اقرب كوعي شوي لقدام وبطلع بالوزن، بتصير حركة. آه بس الطبيعي انه يكون الكوع على بموازاه الفخذ. نعم فخذين. اوكي نطلع كمان بنزل. اوكي رجعنا بقت بعد يا ابو السواعد. اوكي ساعدوا عم احلى عوايد. هلا عندنا بعد حركه، نحن عندنا كمان البايسبس لجهه ثانيه. كمان عندنا حركه للبايسبس، للاوتر بايسبس لبرا
زائد عضلة الزند اللي من تحت بنسميها هامر هامر كيرل، يعني كأنه عم ندقه عم دق شيء. كمان نوصل للكتف فيه بطلع لفوق كأني بدي اطلب الدمبلز بكتافي وبنزل. يعني نحن وطالعين زفير صح وبنزل كمان ركب شوي مطعوجين. اوكي مظبوطين ركيبه مظبوطه. امين تحمست اليوم ولا ما تحمست؟ تحمس انا دي. يلا المره الثانيه عليك امين. اوكي وهبه دائما المراقبه مندوبة وزارة الشباب والرياضة. سبعة احنا بعد ثلاث مرات ثمانية بس هيبة طبعا فيها تمارس هالاوزان تمارس هالنوع من الرياضة كل حدا في مارس الحركات بس طبعا باوزان بيختلف الاوزان اخف بس الحركات اي حدا بيقدر يعمل كل انواع الحركات اللي فيها نعمل. نعم طيب في عضلات يستحسن انه تتمرن مع عضلات اخرى صح لانه بتكون عم بتشغلها هي ذاتها بالعضله الاخرى. اوكي خبرنا اكثر اذا ما نشتغل العضلات لازم شهيق زفير للريحه وهذا السؤال الاخير صح نعمل عضلات دائما نعمل اذا ما نتمرن كذا عضله بنعمل عضلات عضله كبيره وعضله صغيره. شو يعني عضله كبيره عضله صغيره؟ اكزامبل حنعمل عضله الصدر تعتبر عضله كبيره فينا نشغل معها عضله صغيره هي البايسبس بس ما فينا نعمل عضلة صدر ونعمل عضلة كتاف ونعمل اجرين طيب وبسرعة البايسبس ينصح بانه نمرنها مع اي عضل؟ مع الصدر والترايسبس الصدر او الكتاف والترايسبس كمان اذا شغلنا هيدي مع هي بنعكسهم. نعم نضل ملاعب ان شاء الله تكون راضي علينا. ثانك يو روح لعندك على الملاعب. اسم الله عليك. والان مشاهدينا بعد كل هذه الطاقة اكملوا بالحماس لان فقرات منوعة ومشوقة بانتظارنا في صباح النور ابقوا معنا. عدنا مشاهدينا وبإيجابية كاملة. من منا لا يتسابق مع الوقت؟ هو يركض ونحن نركض وراءه. سمير موظف ورب عائلة يشتكي دائما من قلة الوقت وبين ساعات العمل الطويلة والاهتمام بعائلته لا يجد وقتا للاهتمام بنفسه. صحيح يا هبة، فماذا يفعل سمير وكيف؟ وهل هو سوء تنظيم للوقت أم بالفعل قلة وقت؟ للإجابة الشافية على هذه الأسئلة نرحب معنا بالاختصاصي في علم النفس الإيجابي ميلاد حتشيتي في فقرة الحياة حلوة. صباح النور. كيف صباح النور ميلاد؟ تمام الحمد لله. إذن بداية لماذا الوقت هاجس بالنسبة للناس؟ بتعرف لأنه في كتير إشياء بدنا نعملها بهالحياة عموما ومنعرف ومنقدر إنه الحياة في عندها عمر في عمر زمني ومنحب كتير نعمل إشياء ومنشعر مرات إنه الوقت ما بيكفينا ومنشعر مرات غالبا إنه الوقت ما بيشتغل لصالحنا بيشتغل بعكسنا. مشان هيك بيضل عنا هاجس إنه نحقق أشياء كتيرة بوقت قليل. طيب كيف بنقدر إنه ننظم الوقت ميلاد؟ بنقدر ننظم الوقت بانه نحدد اولوياتنا. نعم. اول شيء لازم نعرف انه لازم يمكن اقعد بعد هون كلنا منيح هيك منيح اوكي فريق العمل عم بيقولوا لي هيك هيك اوكي جريت هيك صرت اقرب لكم. بدنا ننظم وقتنا بانه نحدد اولوياتنا. نعم. اولوياتنا بالحياه نعرف شو بدنا. هلا في كتير اشياء مثل لما بنروح خلينا نعطي مثال كتير بسيط لما بنروح على السوبر ماركت لحتى نجيب حاجيات البيت اذا ما عندي ليستا عارف فيها شو بدي ممكن اصرف 3 4 ساعات ابرم 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 ودور وما لاقي شيء. نعم. بينما اذا معي ورقه بعرف حالي شو بدي فيني اعملهم بعشر دقائق. شفتوا الفرق؟ فرق كتير بسيط اني حددت اولوياتي قلت شو بدي. نعم. بس اعرف شو بدي بصير روح على الشيء اللي بدي اياه باسرع وبوقت اقل. نعم صحيح. هل يمكن التوازن بين العمل والحياة الشخصية؟ هو ضروري نتوازن بين العمل والحياة. إذا ما في هيدا التوازن بنصير مثل سمير يلي حكيتوا عنه بالمقدمة عم يشعر دايما بالإرهاق بالتعب مرات بالذنب وفي إشي عم بتروح من بين إيديه. التوازن بين الحياة والعمل مسألة كتير كبيرة اليوم إذا بدكن نحن خاصة يعني مجتمعاتنا وخاصة إذا بدكم العالم كله بهيدي الفترة بيشكي منا. ليش؟ لأنه صار عنا ضغط كتير كبير عنا مسؤوليات أكبر حياة عم تركض بتشوفوا الناس بالشارع نمط مشيتها أسرع. صحيح. بيركضوا بالعواصم الكبيرة اللي فيها العمل بتلاقي الناس عم تركض لأنه ليش بدها توصل على شغلة وتخلص وترجع على عائلتها. ظروف الحياة اليوم أجبرتنا أنه يصير في عنا
ركض أكتر. نعم. إذا ما وزنت بين العمل وبين الحياة رح لقي حالي بمحل ما مريض، ومرضي مرات مش مرض جسدي، لأنه مرات في مرض جسدي. نعم. وفي مرض نفسي، وفي مرض فكري، وفي مرض حياتي، أنه أنا في شيء بحياتي ناقص كله بسبب عدم هالتوازن. نعم. طيب شو هي مخاطر عدم تنظيم الوقت؟ أول شيء إذا ما نظمت الوقت ممكن تروحي أو تقضي وقت كتير كبير من حياتك عم تعملي شيء من هو الأولوية. نعم. ممكن تخسري بالمقابل. يعني سمير يلي عم بيقضي أوقات طويلة بوقته لازم يعرف أنه في عائلة بانتظاره. نعم. في زوجة بانتظاره، في أولاد بانتظاره. نعم. اليوم إذا منحكي، خلنا نحكي بطريقة بسيطة، اليوم في كتير كبير من الطلاقات بيصير لعدم تواجد الأزواج لساعات ولأيام ولوقت عم بيقضوه مع بعضهم. بيشكوا بيقولوا ما عم نشوف، ما بنشوف بعضنا. نعم. ما في وقت لأحكي ويحكيني. نعم. بيوصل من وقته كتير تعبان. ما عم نلوم الرجل بس هلأ لأنه عم نحكي عن سمير، بس نعم. هي كمان معكوسة. نعم. أنه بيوصل من وقته كتير مأخر، كتير تعبان، ما عنده الانرجي ولا عنده الطاقة أنه نحكي ونتناقش بأمور الحياة. نعم. لا سبب بدنا نترك. منشوف أنه في أولاد اليوم مراهقين عندهم آفات كتير اجتماعية، من بيناتها بركي إدمان المخدرات أو غيرها، فقط لأنه ما لقوا سلطة البي أو الأم بالمنزل. نعم. لأنه عم بيعيشوا بطريقة أهلهم بعاد، وإذا بتيجوا بتسألوا وين أهلهم بتلاقوهم بالشغل. نعم. عم بحكي عن هالمخاطر الكبيرة، بس إذا بدنا نفند المخاطر في كتير مخاطر ممكن تفوت على حياتنا وأمراض كله بسبب عدم تنظيم وقتنا وأولوياتنا. نعم. يعني هالمخاطر هذية واللي يعيشوه العائلة، خاصة أنه العائلة صارت عندها وقت كبير موش. نعم. موجود على الأقل، هل هناك فما حل في ظل هالظروف اللي نعيشه فيها؟ وحتى نقوله عنا كلمة في تونس، قولوا الوقت يجري. مزبوط. كما حكينا قبيلة، هل على الأقل هناك فما حل باش نتفاديه هالمشاكل؟ أكيد أكيد. تعرف وأهم حل اليوم العائلة بتعمله هي أنه تقعد مع بعضها وتشوف هيدا الوقت كيف بدنا نستثمره لصالح العائلة. حوار. نعم. ولصالح العائلة كتير مهم. يلي بده يؤسس عائلة بده يحط العائلة بالأولويات. نعم. ما تأسس عائلة، ما تعمل عائلة إذا منك قادر تكون عائلتك من أولوياتك. مع احترامي لكل الناس يلي بيفكروا أنه أنا عم تابع وهذا جزء، هذا جزء طبيعي من حياتي. نعم. إذا جزء طبيعي من حياتك بدك تخصص له وقت. هالنواة بدها تكون هي العنصر الرئيسي فيك، ما أنها مكملة. لأنه في بعض الأزواج خاصة عند الرجال من وراء دراسات أشاروا وكأنه أنه أنا خلاص عم أقوم بواجبي، أنا بعمل عائلة، بجيب مرة بحطها بالبيت، بتجيب أولاد، أنا بروح على الشغل، أنا لطالما أني أنا بعطي هذه العائلة وبدر عليها بالأموال يلي هو هذا الشيء من وراء عملي، إذن أنا متمم واجباتي. نعم. وهذا أكبر خطأ. نعم. اليوم الحل هو أني أنا أقعد نظم، شوف قديش في من وقتي من هال 24 ساعة وقت للعائلة. نعم. بعدين وقت لزوجتي، بعدين وقت للأولاد، وإذا لاحظت في ثلاثة لأنه هولي مش مثل بعضهم، ووقت لنفسي، ووقت لنفسي. نعم. لاحظت الأربعة. نعم. فإذا أنا الوقت اللي بقضيه مع العائلة هيدا لحاله ما له عليه بالوقت اللي بقضيه مع مرتي، والوقت اللي بقضيه مع مرتي ما له علاقة أبدا بالوقت يلي أنا بتركه لحالي. فإذا هولي كلهم أنا مطلوبين مني لحتى أكون عم عيش بتوازن. ميلاد، بس مرات يعني عمليا الواحد عن جد ما بيلحق، يعني بيصحى بتلاقي اليوم بسرعة بيمرق، الوقت بيمرق ركض، وبعدين إضافي على هيك أنه أنت مش متحكم كمان بوقتك لحالك، ما أنت في عوامل خارجية كمان بتأخرك عن أشياء كتيرة، وهي صحيح. بتأخر لك من ضمن برنامجك يعني. صحيح. فشو الحل بهاي الأشياء يعني؟ صحيح. للشخص؟ شي مرة تأخرتي على الشغل؟ أكيد. يعني على هوني. ايه. بس شي مرة طلعوا على الهواء بدونك؟ لا. دبرتي حالك؟ أكيد. ليش؟ لأنك حطيتي بأولوياتك. طبعا. شي مرة لما بتكون بنتك عندها فاكسن أو عندها طعم عند الحكيم تأخرتي عليها ولا على الموعد؟ ليش؟ لأنه حطيتي بأولوياتك. نعم. الأشياء اللي نحن بنحطها بأولوياتنا بتصير هي بتحكم وبتفرض كيف الوقت. أنا معك، بس كمان نحن اليوم عايشين صرنا تحت زريعة أنه الوقت عم يركض. نعم. مين بيصنع الوقت؟ مين عامله؟ نحن. مين عامل الشغل؟ نحن. مين عامل الأولويات؟ نحن. اليوم صرنا بمرحلة قد ما منحب نعيش دور الضحية حتى صار الوقت بدنا نعمله جلاد أنه راكد ورانا، أنه يابا نحن مش طالع بإيدنا شيء. لا، طالع بإيدنا كتير إشياء إذا نحن بدنا. لأنه إذا اليوم هلأ نحن منفكر شو في إشياء بالدنيا ولا مرة تأخرنا عليها ومنحطها بليستا، منلاحظ أنه هيدي الإشياء هي اللي كنا حاطينها براسنا أنه
ما في مجال، نعم. من ممنوع. بينما لما بصير بقول خليني هلا هو يعني بين البي والام، نعم. مسؤوليتك انت تروح تجيبهم ومسؤوليتك انت تعمليهم وانت تاخرت وانت ما تاخرت وانا ما فيني وانا ماني قادره، نعم. بس نفوت بهيدي المعمعه بنكون حولنا لهالنواه يلي اسمها العيله، حولناها لاطار مختلف جدا عن الشيء اللي بدي اياه، نعم. البي اللي ما بحس حاله انه ناقصته راحة إذا ما قعد ولعب مع أولاده، والأم يلي ما بتحس حالة أنه في جزء منها منه مكتمل إذا ما اجتمعت مع عائلتها وشفتهم قبل ما يناموا، لأنه بتجي بتقول أنا بوسه، بتكون الناني عم بتنيمهم بيجي بوسهم وبيناموا، نعم. يلي ما بيشعر معناتها بعد ما عرف قيمة هالنواة اللي عم بيأسسها بلاها، نعم. بلاها لأنه منا شيء العيلة، منا شيء عم بعمله بالحياة فقط لأنه لازم هيدا دور اجتماعي أنا بعيشه، نعم. مثل ما بتوظف مثل ما بعمل عيلة. إذا منك بكل نفسك بتعطيه لهالنواة لحتى تكبر وتكون هيدي النواة، رح تلاقي أنه الحياة بمقابل تاني حتبادلك بمشاكل وكذا. بقى بركي اليوم لطالما عم نحكي عن الوقت وتنظيم الوقت والعيلة، من هيك نلفت النظر على أنه العيلة هو مكان نواة لراحتنا، نعم. إذا ما عم نشعر ونعطي الوقت الكافي لحتى نرتاح فيه، معناتها نحن في علامات استفهام، نعم. حول الوقت اللي عم نقضي معهم، نعم. صحيح. وتعرف يمكن حتى أنه فما يعني في ظل الظروف اللي نعيشه فيها، حتى ولو نحاول نتحكمه في الوقت، ولكن بما أنه ظروفنا صارت صعبة وحياتنا صارت صعبة واقتصاديا عايشين مشاكل، تخلي الإنسان ساعات يشتغل أكثر من شغلة، صحيح. فهذا يمكن عنده تأثير كبير كيف على مشكلة 100%. أنا ما بنكر شيء اللي أنتم عم تقولوه أنه هو من الواقع، وأنتم بتعكسوا رأي الشارع على القليل رأي الناس، صحيح. بس كمان تعا فكر وشوف اليوم اللي معه مليون، إذا كان معه مليون سعيد، اللي معه مليونين منه سعيد مرتين، نعم. يعني كمان هيدي المجتمع وديش ديش صار بيدفعنا على أنه نقتني أشياء ونكسب ونعمل المقارنة، لقوا أنه المقارنة ما بتأثر بالسعادة والمصاري ما بتأثر بالسعادة. اليوم عم بحكي من وراء علم النفس الإيجابي، ولقوا أنه أنت حتى وضعك الاجتماعي أنه أنت مين بهالحياة ما بيأثر على سعادتك مع عائلتك، صحيح. بقى حدد أولوياتك، شوف شو بدك، نعم. بالمقابل ما فيك تربح كل شيء، بمقابل كل ربح في خسارة. إذا بدك تنظم وقتك لتربح هون بدك تعرف أنه إيه بدك تخسر من هونيك، نعم. مزبوط، ربما لن تكون المدير الأول بالشركة لأنه بدل ما تشتغل 18 ساعة عم تشتغل 10 ساعات والبقية عم تقضيه مع عائلتك ربما، بس أنت كسبان هونيك شيء كتير مهم، نعم. يعني الاختصاصي بعلم النفس الإيجابي ميلاد حجيتي، شكرا جزيلا لك، وعن جد الحياة حلوة وبتفرجينا جماليتها أنت بفقرتك، شكرا. والآن مشاهدينا دعونا ننتقل إلى مطبخ صباح النور وفقرة ولا أشهى. صباح النور مشاهدينا، مرة جديدة أهلا وسهلا فيكم. هلأ نحن بلشنا بتحضيراتنا، رح نحضر الدجاج بنقعة الطوق، طبق كتير مميز وكتير سهل، ما رح ياخد كتير من وقتكم، يمكن شوي تلاقوها صعبة أنه تقدروا تسحبوا أنتوا الفروج مثل ما أنا هلأ عملت، حضرت هون سحبت الفروج، ممكن نشتري من السوق من عند محلات الدجاج، طبعا بيقدر نشتري الفروج مسحب خالص. هلأ طبعا هذا الطبق كتير مميز خاصة مشهور عنا بلبنان. طريقة تحضيره ما رح تاخد معنا وقت، رح بلش أول شيء بنقعة الطوق اللي هي النقعة اللي بدنا نعمل فيها الدجاج، اللي هي كناية عن الثوم. طبعا هلأ المقادير رح تمرق قدامكم على الشاشة، أنا حبلش رح حط ثوم المرهم اللي هو عادة هيدا الثوم اللي بنقدر نحصل عليه وقت بناخد فروج مشوي أو فروت بروستد من محلات الدجاج، الثوم العادي الجاهز يعني. رح أضيف معهم رب البندورة، أوكي. رح أضيف كمان الخردل، حأضيف إضافة صغيرة للبهارات والأعشاب اللي هو الزعتر اليابس، رشة من البهار الأبيض، كمية شوي عالية من الكزبرة اليابسة لأنه أنا هون النكهة مرتكزة عندي على الكزبرة اليابسة بهذا الطبق بالتحديد، رشة صغيرة من الملح وشوي من عصير الحامض. طبعا عصير الحامض هون لحتى يعطينا نكهة، نكهة الحوامض للدجاج اللي هي حتعطينا طراوة كمان، رح أضيف عليها الزيت. هلأ بخلطهم مع بعضهم بهذه الطريقة،
ممكن إضافة لبن لها إذا حابين ناخذ على لون ذهبي أكثر، ممكن إضافة اللبن بالخلطة، لأنه اللبن عادة معروف وقت بدنا نحمر الدجاج أو شيء حيعطينا كمان لون ونكهة طيبة. شف قد إيه بننقع الدجاج فيها؟ عفوا؟ قد إيه الفترة اللي بننقع الدجاج بالطريق؟ هلا هو دائما النقعات يفضل يفضل تنقع تقريبا حوالي ساعتين مينيموم. نعم. أو إذا أفضل لنقع من ليلة لليلة بيكون أحسن وأحسن لتتشرب نكهات أكثر. نعم. بس كمان بدي أوضح شغلة، إذا نحن عم نشتغل على هيدي المقادير اللي أنا فعلا هلا حطيت، ممكن تبل الدجاج فيها ودغري استعملها، لانه كميه البهارات اللي موجوده فيها كميتها عاليه. نعم. فحنقدر نحصل على النكهه اللي نحن بدنا اياها. هلا اذا شايفين الفروج مسحب كيف كله، رح نزله مثل ما هو بهيدي النقعه، رح قلبه شوي لحتى يتشرب. هلا رح اتركه دقيقه بهذا الوقت، رح بلش انا بتحضير الصلصه اللي بدنا نقدمها معها. رح نشيله على جنب، رح نجيب طنجرة. الصلصة كتير سهلة كمان، هي عبارة عن فليفلة مع لب الخبز اللي هو نحن، أنا جبت خبزة الكبيرة معمولة مثل الباجات أو شيء بيقولوا لها ووف البراد، اللي هي بس تنفرمها بدنا نضيفها بقلب الصلصه مع اللوز البودره. نعم. لانه طبعا حنضيف نرجع عليها المرق الدجاج اللي هي حتصير صلصه، ورح نشدها باللوز. اللوز عاده كان من زمان يستعمل كماده لحتى شد الصلصات. نعم. نحن اليوم بهيدي الطريقه وقت عم نشد الصلصه باللوز والخبز، هي عباره عم تعطينا صلصه كثير قديمه بس بطريقه نحن عم نحضرها بطريقه جديده طبعا. نعم. متقدمة أكثر. هلا عم بقلل الفليفلة، طبعا ما بدي اياهم كثير يدبلوا لأنه بدي تبقى الفليفلة ظاهرة أكثر، بس لأضيف عليها المرق الدجاج وضيف عليها اللوز البودرة والخبز اللي هي حتختر الصلصة أكثر وتصير بتتقدم طبعا مع هيدا. نعم. الطبق. هلا هيدا الطبق بدنا نقدمه، فينا نقدمه بكذا طريقة، فينا نقدمه على خبز عربي بس من تحته لحتى تتشرب الصلصة ولا حورجيكم. نعم. أو خبز تنور، أنا اليوم استعملت خبز تنور. نعم. لحتى نقدمهم فيها. هلا عم بقلب الفليفلة تركهم على النار، رح أعلق النار أكثر، رح ننتقل لنبلش طريقة تحضير الدجاج. اخذ مقله غيري هون بحطها، وهلا طبعا الفروج بده ينحط هون بقلب هيدا المقله لحتى يبلش يتأمر. نحن حنعطيه لون بعدين حنحطه بالصينيه ويفوت على الفرن حوالي 10 دقائق، لانه تقريبا حيكون اكثر الاستوى صار هون جاهز. نعم. اهم شيء وقت بدي بلش الدجاج، انا اذا بتلاحظوا بخلي عظمه الجانح حتى اقدر اتحكم بالفروج وشيله. أه. بس من نشيله ضروري نحط على ميله الجلده على المقله، يعني يعني بتخلي الجلده حتى لو سحبته بتضل، صح، ضروري تبقى الجلده، لانه اصلا اذا تسحب بدون الجلده حتفرط تبعد القطع عن بعضها. نعم. بصير الفخذ لحال والصدر لحال. هلا انا حطيته بهيدي الطريقه هون، بقيه النقعه رح استعملها بقلب الصلصة أنا وعم بستمر بتحضيرها أكيد. نعم. هلأ أنا هوني حمحطها بس يبلش ينشوى ياخد لون، عم ينزل خواص من الجلدة اللي هي الشحوم اللي موجودة بالجلدة، بس تطلع هيدي الشحوم رح يصير في عنا زيت أكتر بالطبق. نعم. نحن وقت حنرجع ننقل على الصينية ونفوت على الفرن رح تاخد معنا وقت أقل بالطبخ لأنه صارت كمية الشحوم موجودة. بهذا الوقت رح نرجع نكمل طريقة تحضيرنا للفليفلة اللي حكينا عنها. إذا بتلاحظوا بلشت الفليفلة عم تاخد لون، عم تدبل، رح ضيف عليها رشة من الملح وكمان رشة من البهار الأبيض اللي هي حتخلي لنا نكهات أكتر تقوى. هلا أنا وعم بقلبهم هيك بلش نزل عليهم كمية الصلصة اللي بقيت عندي. هلا هيدا الشيء اللي عم نعمله هو اللي حيعطي النكهات المتجانسة بالطبق. نعم. ضفناهم هون، طبعا ما بضيف كل الكمية أول شيء، بدي خلي هيدا أول كمية تتقلى، بعدين بضيف تاني كمية، ساعتها بصير في عنا جزء منها مطبوخ والجزء التاني بعده بين الطعمة الثوم والكزبرة النية، هيدا الشيء الهدف الموجود فيها. هلا مثل ما شايفين بعدني عم بقلب،
ممكن اضافه، نحن اخر شيء على بس تدبر الحضيف عليها مرق الدجاج، ممكن اضافه مكعبات من الخضار اللي هي موجوده بالاسواق كمان لحتى نقوي طعمه الخضره بقلبها. هذا الشيء اختياري، انا اليوم رح استعملها هذا الشيء، رح اضيف مكعب من الخضار لحتى نكه الطعمه اكثر. كمان تقليب مستمر، ممكن استبدال الفليفله الحمراء بالفليفله الخضراء او الصفراء واللي هي حتعطينا كمان نكهات طيبه. فوقتا نحن عم نقلبهم هيك هون رح ارجع نقع، رح احط شوي كمان تاني منها. اذا عم تلاحظوا عم حطهم بتراتبية باستمرار عم زيد النقعات لحتى احصل على النكهة اللي انا بدي اياها. طبعا تقليب مستمر. هلا رح نبلش اقطع الخبز، اللي هو ممكن نجيب هيدي الخبزة ونبرشها على المبرشة وممكن تقطيعها مثل ما أنا عم بقطع هلا، يعني بقطعهم بهذا الشكل رقاق بعدين بحطهم مع بعضهم وبصير بقطعهم صغار. وقتها بصير تغلي المرقة اللي أنا حطيتها فوق الفليفلة، بضيف عليها الخبز واللوز المطحون وهيك بتكون الطبخة صارت جاهزة. بس أكيد بدها غليان. شفوا هيدا الوقت الطبخة ممكن تمشي مع الناس يلي بدهم ينحفوا حالهم؟ ممكن، بس طبعا بده يصير في شويه تعديلات على الاشياء خاصة بالزيوت، خاصة بجلدة الدجاج. عملية التنحيف وعملية التجميل هي موضوعنا التالي. أكيد. لا شك ان عمليات التجميل بشكل عام ومنها التنحيف اصبحت من البديهيات لدى الرجال والسيدات، لكن في بعض الاحيان قد لا تكون النتيجة كما نتمناها. للإضاءة على أسباب فشل عمليات التجميل نستضيف الاختصاصي في جراحة التجميل الدكتور رياض أبي صالح. في صحتك. يعطيك العافية. على العافية دكتور رياض، أهلا بك. أهلا وسهلا فيكم. في أخطاء كثيرة عم نسمع عنها وأخطاء مميتة بعض الأحيان بعمليات التجميل، هل تعود كلها ويعود سببها إلى الطبيب أم السبب يتقاسمه الطبيب والمريض؟ أوكي، كتير مهم نبلش نوضح فكرة وين لازم يتجه المريض بس بده يفكر بعملية تجميل. طبعا صرنا بعصر هلأ الإنترنت في متناول الجميع، فبدي بلش حمل شوي مسؤولية صغيرة للمريض عند مين عم يتجه. دونك أول ما يسمع بطبيب أو ينصحوه بحدا لازم يروح لعنده، بيحط اسمه على الانترنت ولازم يتأكد انه منتمي للجمعية العلمية او للنقابة بالبلد يلي هو عم يعمل فيه عملية التجميل. نعم. سو هيدا نقطة الانطلاق. يعني في اختصاص طبيب تجميل؟ اكيد. نعم. اختصاص جراحة تجميل وترميم. وهذا اختصاص من بعد طب عام، يعني الدكتور لازم يكون مخلص طب عام وبعدها بيكون متخصص بالتجميل. الدراسة يلي لازم يتبعها يلي بده يتخصص بجراحة التجميل والترميم بعد 7 سنين الطب العام. نعم. على الأقل من 5 إلى 7 سنوات من بعد الطب العام. نعم. أكيد في تخصصات متفرعة بالتجميل بتشمل جراحة الحروق، فيها جراحة الترميم الوجه والتشوهات الخلقية. نعم. وفي الجراحة التجميلية الأستاتيك سيرجري يلي هي التجميل أو تجميل معالم الوجه أو الترميم يعني بعد مشاكل معينة. كان في جراحات تجميلية أساسية وفي جراحات كمالية. مزبوط. يعني الأساسية هي اللي بتجي ضمن الترميم، صح؟ مزبوط 100%. طيب إمتى بنقدر نعرف إنه هالشخص لازمه عملية تجميل؟ يعني هيدا قرار نابع منه شخصيا ولا مرات محيطه ما بيتقبل إنه شوف منخارك مثلا كيف شكله، أو هو الدكتور لازم ينصح؟ نعم، مثل ما قلنا هلا بدنا نقسم اذا بدك جراحة التجميل اللي هي الاستاتيك سيرجري بشو بتتقسم. اذا بدك تو كاتيجوريز اللي هي جراحة التكميلية، يعني لو بيرفكسيونمون، واحد بحب يشوف حاله احلى. نعم. بحب يشوف حاله مثالي اكثر. او جراحة التصغير بالعمر. نعم. اللي هي الايجينج ريجوفينيشن سيرجريز، واحد حس حاله عم يتقدم بالعمر، حابب حاله يرجع يزغر شوي بالعمر بس بطريقة طبيعية. احنا طبعا مش من هالأشخاص، أكيد منحب عمرنا. أكيد النفسية هي بدنا نركز هون، النفسية بتلعب دور أساسي، يعني كيف الإنسان بحس حاله وهي المنطلق لواحد كيف يتجه للعمليات ويطلب شيء طبيعي. طب ما يعني هي أهم شغلة، أبرز أسباب فشل عمليات التجميل؟ أوكي، مثل قلنا بالأول إنه ما في وعي لدى المريض، وعي كافي. نعم. وطبعا الطبيب ممكن يكون فاشل. Exactly. نعم. So
كأول ستيب يعني المريض عليه يعمل واجباته انه يقرر على طبيب مختص ودارس هالشغلة وعنده الكفاءات ومنتمي للجمعية العلمية ببلده. من بعدها أكيد الطبيب المريض رح يروح عند طبيبه، رح يصير في انكاونتر بيناتهم، رح يصير في مناقشة حديث. لازم كتير ينعطى الوقت بالحديث. نعم. يفسر المريض لطبيبه شو الأهداف اللي بده يوصلها، وهون دور الطبيب إنه يلعب دور البالانس، يدوزن هالطلبات اللي عم يطلبها المريض. نعم. إذا هي طلبات غير صحية أو غير نعم. واقعية، لازم يلعب دور شوي يهديه او ويوجهه وين شو لازم يعمل. دونك هون بننتقل على دور الطبيب. انتوا اتفقوا على البروسيجرز او على شو بدهم يشتغلوا، في مواد اوقات بتستعمل خاصه فيما يخص الحقن. نعم. الحقن بالوجه، البوتوكس والفيلرز. انا هون كنت حابه اسال. نعم. سؤال انه تخصص، انه انا اروح عند دكتور متخصص، حتى هاي بيشمل اذا انا بدي اعمل فيلر او بوتوكس او لانه عم نشوف هلا صار في مراكز تجميليه او محلات يمكن تصفيف شعر وبيعملوا كمان بوتوكس وفيلرز، فالبوتوكس والفيلر بدها شخص يكون دكتور. أكيد. متخصص بالتجميل او انه اي حدا ممكن يكون متمهن. بتشكر كثير على السؤال، يعني انا هون واجباتي كثير تدوع هالموضوع، لان كثير عم نشوف اوقات مواد عم تنحقن ما بيعرف المريض، بنسأله هل رحت عند طبيب حقنتها؟ بيقول لي لا، وحدة متخصصة بس عندها خبرة. ما في مزح بهذا الموضوع، ما لازم يكون في مزح، لازم يكون طبيب، ومش حيالله طبيب، لازم يكون أو طبيب جراحة تجميل أو طبيب أخصائي بالأمراض الجلدية. نعم. يعني هول التو كاتيجوريز من الحكمة هن بحق لهم وفق القانون وفق الأداب الطبية إنه يعملوا هالحقن بالوجه. أشرت إلى المواد المستخدمة في التجميل، أيام كتير بنستسهل أو بنسترخص ونتبع المواد رخيصة الثمن، إلى أي مدى يمكن أن تكون خطيرة؟ نعم، كتير مهم أنه شو المواد اللي عم تستعمل. كمان كتير هين هلأ المريض يفوت ينبش، هن منهم كتار، منها قصة كتير صعبة، هي اسمها بوتوكس يا اسمها هيالورونيك أسيد. نعم. يعني البوتوكس هو بينعمل لتخفيف التجاعيد خاصة بالجزء الأعلى من الوجه، أوقات ببعض المناطق الجزء الأسفل من الوجه. لازم المريض يسأل طبيبه إذا هذا البوتوكس عم يستعمله هو FDA approved، هو مرخص، هو مستعمل من وقت طويل وأخذ الترخيص تبعه. وما يختص بالفيلر لازم يكون اسمها المادة هيالورونيك أسيد. نعم. أو المادة يلي بتدوب، يلي الجسم بيتقبلها بطريقة طبيعية ومع الوقت بيتخلص منها كمان بطريقة طبيعية. دكتور، تحدثت عن يعني أنه عمليات التجميل والترميم، يعني أنه ممكن واحد يعمل عملية لمنخاره وما تزبط يرجع يعملها مرة تانية بطريقة. نعم. ترميمية، ولكن البوتوكس والفيلرز في ترميم لإلها ولا لا؟ يعني مرات بنحس واحد صار عنده منطقة أكثر من منطقة مثلا إذا عامل خده أو يعني. نعم. أي. نعم. شيء بيصير في عدم مساواة بين الخدين. نعم. شو الحل مثلا بهاي الحالة؟ إذا كانت المواد اللي استعملت من المواد اللي ذكرتها اللي هي بوتوكس أو هيالورونيك أسيد فيها في مجال تتصحح. نعم. الهيالورونيك أسيد هو المادة اللي بنستخدمها للتعبئة، أكيد بتضاين من 6-9 أشهر أو 8 لسنة. نعم. ما لازم تضاين أكتر. نعم. وفي مادة بتدوبها. يعني إذا صار في خطأ مثلا عم نحكم بالشفة صار في ميلة أكتر من ميلة والمريضة ما عجبها، بعد كم يوم بتجي بتتدوب. كان. نعم. أنا بسمع كمان إنه أبرز الأخطاء بتجي من الترميم، يعني بيكون في خطأ صغير بالتجميل الأساسي، بعد الترميم بيصير الخطأ أكبر. من هون أهمية أنه من أول مرة ينعمل الخيار المضبوط ويتجه الواحد. يعني عملية الأنف لما تنعمل أكثر من مرتين وثلاثة أشطر جراح بالعالم بتصير صعبة عليه ثالث ورابع مرة. طب سؤال أخير بس بجواب سريع لو سمحت، في متابعة من قبل الوزارات المختصة للمتعدين على المصلحة؟ إيه هلأ مثل ما شفتوا مؤخرا طلع كم خطأ طبي وصار في انفستيجيشنز حواليهم وأخطاء للأسف خطرة كتير. عم تتشكل أكتر لجان بالنقابات لتتابع هالموضوع، وأكيد الدولة عم تتحرك عم تعمل قوانين لتحد إذا بدك من عدم الاختصاصيين اللي عم يمارسوا هالاختصاصات. نعم. يعني الاختصاصي في جراحة التجميل دكتور رياض أبي صالح، شكرا كتير لحضورك معنا. والآن فاصل جديد مشاهدينا، نتابع بعده باقي فقرات صباح النور، ابقوا معنا. وتحية مجددا لكل من انضم إلى صباح النور الآن. صباح النور مجددا لك رويدة. شكرا لك أمين. صباح النور مجددا مشاهدينا، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء.
وزير الخارجية الأمريكي ريك تيلرسون يدعو الحكومة العراقية والسلطات الحاكمة في إقليم كردستان إلى حل الأزمة التي انفجرت على خلفية استفتاء الانفصال والمناطق المتنازع عليها عبر الحوار. مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي يتعهد بتدمير قدرات حزب الله اللبناني وجلب قادته أمام العدالة، وذلك في كلمة في البيت الأبيض بمناسبة الذكرى 34 للهجوم على مجمع المارينز في العاصمة اللبنانية بيروت. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلتقي في أنقرة وزير الخارجية القطري شيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، حيث جرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى قضايا ذات اهتمام مشترك. وزارة الخارجية الأمريكية تعلن عن فرض عقوبات اقتصادية بحق قادة كبار حاليين وسابقين في جيش ميانمار على خلفية جرائم الإبادة بحق أقلية الروهينجيا المسلمة في إقليم أراكان غرب البلاد. نقاشنا اليوم سيتناول المد والجزر الحاصل بين بغداد وإقليم كردستان. آخر الأخبار تتحدث عن دفع بغداد حشودا عسكرية على حدود الإقليم. أربيل تتوقع التصعيد. ما شكل هذا التصعيد وما الذي تريده بغداد اليوم مع تقدم قواتها مصحوبة بميليشيات الحشد الشعبي؟ وما هي سبل الرد أمام الإقليم؟ أسئلة نطرحها على ضيفنا الباحث والكاتب وسام سعد. صباح الخير وسام. صباح النور. برأيك وسام، إلى أين تتجه الأمور اليوم في العراق؟ إلى مزيد من التصعيد أم سيكون للحوار فرصة هذه المرة؟ يعني تتجه الأمور قبل كل شيء نحو قياس مدى تفاعل الجانبين مع ما صرح به وزير الخارجية الأمريكي تيلرسون، لأن تيلرسون في نفس الوقت الذي حرص فيه على أن تبقى العلاقات صداقة مع كل من كردستان العراق ومع الحكومة العراقية، لكنه كان واضحا في أن على الطرفين العودة إلى ما قبل مرحلة الاستفتاء وإلى ما قبل مرحلة انتشار القوات العراقية في المناطق المتنازعة عليها. وبالتالي هناك للمرة الأولى بهذا الوضوح منذ نشوب الأزمة موقف أمريكي واضح يدعو أن تكون قاعدة النقاش أو التفاوض الآن هو العودة إلى ما قبل كل من الاستفتاء من ناحية والوقائع التي هل هذا كان سببا للزيارة المفاجئة؟ يعني التقى تيلرسون بالعبادي في الرياض ومن ثم جاء إلى بغداد في زيارة مفاجئة، هل يحمل بوضوح هذا الموقف الأمريكي وبالتالي ربما ردا على التقدم العسكري الذي قامت به بغداد؟ يحمل هذا الموقف ولكنه يحمل موقفا آخر، إذ هو دعا في قمة الرياض إلى خروج الإيرانيين من العراق من الحشد الشعبي، وكان هناك رد من العبادي بأن هذه مسألة داخلية عراقية. وفي نهاية الأمر هناك تفكير في المؤسسة الأمريكية وعند السعوديين بشكل أو بآخر بأنه في داخل الحشد الشعبي هناك قوة أقرب إلى إيران من قوة أخرى، أو هناك قطب إيراني في الحشد الشعبي، ومن الضرورة ليس اتخاذ موقف شامل ضد الحشد الشعبي ولكن اتخاذ موقف ضد القوى الإيرانية داخل الحشد الشعبي. أعتقد بأن الواقع العراقي أكثر تعقيدا من هذا. وفيما يتعلق بكردستان، غدا الإقليم يتصرف كأما لو أنه على موعد مع قرارات حاسمة. هناك اجتماع للبرلمان وهناك في نفس الوقت حالة اعتراض داخل الإقليم بعد الذي حصل في كركوك والسهولة التي تمكنها من خلالها الجانب المركزي العراقي. سيتم بحث سبل الرد على هذه التطورات من قبل بغداد، ولكن برأيك ما الذي تريده بغداد من استخدام كل هذه الحشود العسكرية على حدود المحافظات الإدارية لإقليم كردستان؟ هل فعلا كما نقرأه في الصحف تسعى اليوم بغداد إلى السيطرة على المعابر وأيضا على أنابيب النفط من الإقليم، هل هذا هو الهدف؟ تسعى أولا للسيطرة على المناطق المتنازع عليها لكي في أي محاولة أو في أي مجال تفاوضي
تكون كردستان في موقع ضعيف تماما في هذه العملية التفاوضية، وتسعى أيضا أو تعول على التناقضات التي ستعتمل أكثر فأكثر بين الأكراد كلما ظهر بأنهم الطرف الخاسر. رأينا ما حصل بعيد كركوك حيث جرى تراشق الاتهامات بين كركوك وبين إربيل وبين سليمانية بين البرزانيين والطالبانيين حول الطرف المسؤول عن التهاون. وهناك أيضا حالة اعتراض في الإقليم أصبحت توجه لكل من العشيرتين الحزبيتين الطالبانية والبرزانية، وتطالب بأن يكون هناك موقف أكثر جذرية تجاه التهديد الذي يطاول مشروع الأكراد القومي في شمال العراق. في مقابلة مع الصحيفة العربي الجديد، الأمين العام لوزارة البشمركة قال بأنه الهدف من هذه التحركات هو العودة إلى حدود ما قبل عام 2003، أي إلى فترة الرئيس السابق صدام حسين. برأيك سبل الرد أمام الإقليم اليوم على هذه التطورات، تطورات خطيرة يعني؟ هذا الكلام تعبئة، لأن لا عودة إلى حدود 2003. حتى الحكومة العراقية بكل هذه الزمجرة فيما يتعلق بالتعبئة والحرب هي للسيطرة على المناطق المتنازع عليها، ثم لفرض حالة حصار تمويني حقيقي وموجع ضد إقليم كردستان. يكون هناك فيه أطراف ثلاثة، يعني الأتراك والإيرانيين والجانب العراقي الرسمي. هناك زيارة يعني الآن سيجريها أيضا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى تركيا غدا، وكان أيضا في السعودية كما ذكرنا قبل قليل. ما الذي يأخذه اليوم العبادي أو يحمله معه من كل هذه الزيارات الخارجية؟ ما هو الضوء الأخضر الذي يسعى للحصول عليه؟ يعني بالأساس حصن نفسه حيدر العبادي بفكرة أن المجتمع الدولي بشكل عام لم يعترف بقانونية وبشرعية استفتاء استقلال كردستان، وتصرف كما لو أنه لم يحصل. وفي نفس الوقت من هنا حالة إجماع بين كل الدول التي يتضمن وكونها جزءا من القوم أو من القومية الكردية بأن لا لقيام دولة كردية مستقلة في أي جزء من أجزاء كردستان. وبالتالي هو محصن بهذين الموقفين، كما أنه محصن بموقف يتعلق بابتعاد بقارية كردستان بكونها إقليما داخليا بعيدا عن البحار بعيدا عن الموانئ، وبالتالي سهولة فرض حالة حصار عليها، خصوصا إذا ما جرى سحب المنشآت النفطية والغاز والثروات من هذا الإقليم، وإيجاد حالة تعبئة عراقية أنتي كردية يمكن حتى أن تعبئ ليس فقط الشيعة المتغلبين في العراق، ولكن أيضا قسما من العرب السنة في مواجهة الأكراد. لافت اليوم هذا التعاون العراقي التركي الذي سيحصل بعد الأزمة التي حصلت منذ فترة بعد وجود القوات التركية في معسكر بعشيقة والتراشق الكلامي الذي حصل بين الطرفين، نراهم اليوم ربما على يعني التنسيق يحصل بينهم بما يخص أزمة الإقليم. ولكن فيما يتعلق بكردستان العراق تحديدا الأمور أكثر أعتقد تعقيدا من الجانب التركي. تركيا كانت نمت في السنوات الماضية علاقة طيبة واقتصادية نفعية أيضا مع الإقليم وتحديدا مع البرزاني، في حين أن تاريخيا الطالبانيين عندهم علاقات قوية مع إيران، وهذا ما رأيناه أيضا في حضور رئيس أو قائد الحرس الثوري الإيراني على ضريح جلال الطالباني. وهذه العلاقات التركية البرزانية لم تنقطع. صحيح أن هناك إشكال، وهو إشكال تنظر إليه تركيا من ناحية مصالحها الداخلية، لأنها لا يمكن أن تنظر برضا أو بارتياح لقيام كيان كردي مستقل وعندها مشكلة كردية في مناطقها، ولكن في نفس الوقت قياسا على الأنداد للبرزاني، يعني ليس فقط طالباني ولكن الأهم هو كل ما يدور في فلك حزب العمال الكردستاني سواء في تركيا أو في سوريا أو في العراق، كل ما يعتبر بأن هذا الضمط من الشغل هو المجدي وليس المدرسة القديمة الشبه الإقطاعية للبرزانية والطالبانية.
الطالبانية. وبين كل هذه الخيارات يبقى الأصلح بالنسبة لتركيا هو خيار مسعود البرزاني، وبالتالي هي لم تقطع مع هذا الخيار، مع خيار مسعود البرزاني في هذه المرحلة، ويهمها أن لا يخسر، أو من مصلحتها أن لا يخسر هذا الخيار تحديدا، لأنه في حال ظهر بأن الأمور مسدودة الأفق تماما أمام مسعود البرزاني الذي يعاني من مشكلة جعلته في نهاية الأمر يمدد رئاسته بشكل غير شرعي للإقليم، وهذا ما يؤخذ عليه من طرف معارضي الأكراد أو من طرف الحكومة العراقية. وفي نفس الوقت فإذا تهاوى البرزاني هذا ليس من مصلحة تركيا أيضا، هذا في نهاية الأمر كل ما يحصل في تركيا أو في سوريا يظهر أن من يكسب في اللحظة الحالية هو خيار عبد الله أوجلان وحزب العمال الكردستاني. وسام سعادة، شكرا لك على حضورك وعلى كل المعلومات القيمة التي أفدتنا بها. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، وصلنا إلى ختام الفقرة السياسية، والآن عودة إلى الزملاء لمتابعة باقي فقرات صباح النور. شكرا لك رويدة. ما هي كل جديد في مواقع التواصل الاجتماعي، وماذا يخبئه لنا، ما الذي يخبئه لنا أحمد الهاشمي في فقرة هاشتاج الله هاشتاج صباح النور؟ يا أهلا وسهلا، صباح النور. صباح النور. ليش الله يستر؟ ليش خايف؟ هاشتاج الله يستر. ليش خايفين؟ ما هي الفكرة بعلمكم يعني، بس المشاهدين اللي ما يعرفون. حتى رويدة قعدت يمكن. لا رويدة رح تضل رويدة، احنا وسهلا. انا مش عارفه شو رح تعمل، بس عارفه في شيء. صح، في شيء. انا كمان وصلتني اخبار انك انت من اول الهاكرز او هاكرز اول المتنصلين عبر الانترنت. لا والله ابدا، حرام عليك، هي شويه بعدين رح تكون الفكره لطيفه. نبدا مشاهدينا فقرتنا، اول شيء صباح النور، احنا وسهلا. نبدا مشاهدينا الفقره مع هاشتاج اهم الساعات الماضيه طبعا، واللي احتلت ابرز يعني ابرز المواقع الالكترونيه ما له علاقة بهذا الموضوع. نبدأها مع مملكة البحرين، الهاشتاج الأول أنقذوا سجناء البحرين، الهاشتاج الثاني كان صباح الخير. الأول كان له علاقة بالسجناء المحكومين لمدة طويلة في مملكة البحرين، وكان أكو كمية كبيرة من التويتس على هذا الموضوع. ننتقل من بعد البحرين إلى المملكة العربية السعودية، الهاشتاج الأول الكلباني يتمنى خسارة الهلال، الهاشتاج الثاني نطالب بالتعدد ويكون إجباري. طبعا الهاشتاج الثاني كان أكو يعني هو كان ما بين المزاح، ما بين الجدية، ما بين الناس اللي أخذوه بشكل طريف واستمر. الهاشتاج الثالث لا لتجنيس أبناء السعوديات، وتم ربط الهاشتاج الثاني والثالث فعليا بالعديد من التويتس اللي كانت موجودة على تويتر. ننتقل من بعد ذلك إلى مصر، الهاشتاج الأول كان اليابان. الهاشتاج الأول حطيته أنا بالبداية بالترتيب مشاهدين لأنه أخذ اهتمام كبير بالساعات الأولى، بعدين الهاشتاج الثاني ما زال مستمر معنا لليوم تريندينج، يعني للساعات القليلة فعليا من صباح اليوم كان فعليا الواحات تريندينج. الهاشتاج الثالث كان أفريقيا يا أهلي، وكذلك شيء له علاقة باهتمام رواد ويعني مشجعي النادي الأهلي بهذه الفكرة. مباراة الأهلي للأسف فضل اعتذر، لكن هي مباراة الاهلي والنجم الرياضي الساحلي، وفاز الاهلي بستة مقابل اثنين وخسارة للنجم التونسي. قاموس رياضة، الواحد يغلط يجيب سيرة اي هاشتاج لعلاقة بالرياضة اذا امين موجود. الرياضة التونسية خصوصا الله يستر، هون هاشتاج الله يستر. هاشتاج الله يستر، يعني انت خايف، انت جاي دورك، يلا ورويدة جاي دورك، لا تخاف. من بعد مصر مشاهدينا خلينا ننتقل الى لبنان. الهاشتاج الاول كان الانتخابات النيابيه، الهاشتاج الثاني طبعا واضحه من الفكره، الهاشتاج الثاني كان لبنان بعد 5 سنوات، والهاشتاج الثاني كان مليء بالاشياء الطريفه صراحه بما له علاقه بالخيال اللي على تويتر بما له علاقه بلبنان. ننتقل الى عمان الدوله قبل الاخيره معنا، الهاشتاج الاول منتدى التواصل الحكومي الاول، والهاشتاج الثاني كان وحده غسيل الكلى صلاله. والفكره بالموضوع بان خلينا نشوف الصور اللي لها علاقه بالهاشتاج الاول. طبعا كان هذا فعل مشاهدينا التواصل الحكومي، بدنا نلاحظ بانه الصور انتشرت والفيديوز اللي كانت فعليا ماخوذه انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل بالتحديد على تويتر بما له علاقه ب يعني منتدى التواصل. الصوره الثانيه حابين نحطها من الواقع، وهي كانت الصورة الثانية، نشوف الثالثة بعد إذنكم.
طبعا كذلك تحكي عن نفس الهاشتاج منتدى التواصل. الثالثه اللي هي الصوره الثالثه من تويتر اللي كانت تتكلم عن وحده غسيل الكلى من مبدا المسؤوليه الاجتماعيه وعد الجميل للوطن، دعوه للشركات والمؤسسات للمساهمه في انشاء لانشاء او توسيع وحده غسيل الكلى في صلاله. الهاشتاج كان الفكره الاساسيه به هو من احياها، اللي هي الايه ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا، والفكره الاساسيه كانت بانه من هاشتاج عمان. هذا كان بالنسبة لي. عمان، ننتقل إلى الأردن البلد الأخير معنا اليوم بالنسبة للهاشتاج. الأول حط صورتك وأنت صغير، الهاشتاج الثاني كان بترا. ليش ننتقل للموضوع اللي ليش بهذه الفترة بترا؟ لما في هذه الفترة؟ لا أوكي بترا. بس حتى تكون الفكرة واضحة. بالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية، أي شيء له علاقة بكلمة بترا أو أخبار 24 أو إخباري 24 هي مجموعة من ال ايه شيف اعطينا هي مجموعه من الـ من الـ من التفاصيل فعليا لها علاقه بوكالات الاخبار اللي موجوده على مواقع التواصل، اضافه لوكالات الاخبار اللي موجوده فعليا على تويتر بالتحديد اللي فيها اخبار سريعه. وطوني لا تضحك لان جاي دورك. خلينا مشاهدينا بما له علاقه بالهاشتاج الاول، ولا تهرب يا طوني، حط صورتك وانت صغير. نشوف الصوره الاولى، انا ما رتبتهم بترتيب معين. مش اردني هذا. من يتوقع منه هاي الصوره؟ انا بدي اعتذر يا جماعه، احنا بالمعروف نظهر بالمعروف. انا بقول هبه، انا بقول هبه مع انه مش مبين علي، ما بين ابدا. لا مش العيون، انتم مش عارفين قصه هالصوره. انه انا كان دائما شعري طويل وانا وصغيره يعني، وهون كان يعني اطول من هيك، فضليت ضليت اصر على والدي الله يرحمه واخواتي، كان بده يروح يحلق لهم شعرهم بحلاق الرجال، وانا ضليت اصر انه حابه اروح معه، فحلقوا لي شعري على طريقه حلاق الرجال. نعم، ولبسوني فستان ليبين شوي عندي انوثه، فطلعت الصوره بهالطريقه. اذا هاي الضحيه الاولى كيف ما كنتي حلوه. شكرا شكرا. هبه وين هاي الصوره؟ بتونس. طيب بشوف الصوره اللي بعدها بعد منكم. الله، ليك ما من الضحيه الثانيه؟ منو هذا؟ منو منو؟ لا لا، لانه كاتب تونس كنت مفكر هو انقضى على الشجره. يمكن غملوش؟ امين؟ لا امينه. امين انت؟ عن جد؟ ساكت ساكت زي اللي عاملها ومكتم. ما ابدا ماكو شيء. عن جد كان مليانه، كان كنت مليانه والله كنت فصوح. اي الحمد لله. كان اكو مشاكل في اي منطقه بتونس؟ هذه بالكيف اللي هي ضيعتي في تونس، منطقه الكيف والصوره. ضيعتك كيف؟ الكيف؟ لا خير، كان مكيف 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 من الزور. انت من اولك بادي صح. لا يعني الصوره هذه عندها قصه كبيره، خاصه عند امي، امي تحبها برشا التصويره هذيا، لانه في الصوره هذه دائما كنت وراء شغله معينه تقول لكم عليها بعد لها. بس المناظر الطبيعيه بالكيف كانها خلابه. منطقه جبليه. الله يحفظك. شري رح نشوف المناظر. طوني اطلع عنا اكيد، ما كنت انا فوق. انتوا ضيعوا ضيعوا الموضوع، رح نشوف المناظر الطبيعيه بصورتك بعد شوي. خلينا نشوف اللي بعدها. اهلا وسهلا رويدا. شو يعني رويدا؟ يعني الابتسامه من اولها جبت من انا يعني ابتسم. معلم جهيد باذلينه اهلك بالثياب وبال انت ملاحظه الكرسي اللي انا قاعده عليه حاتصور انه مكسره كلها. هيدا عند مصور باي ذا. شو خبريه البكله؟ مرتب يعني. هاي البكله بشعرك؟ هاي الصوره عند رويدا دائما كانوا يحطوا لك بكله بشعري. الحلو في كانت رافضه انه شعراتي كيرلي، فكانت تقمعهم ودائما تمصطهم وتربطهم يعني. تقمعهم؟ ايه تقمع، ممنوع. لا انا لكبرت لصرت اعملهم، اتركهم. لا فلتيهم. لا اما ما لاحظتوش حاجه لرويدا فاشن التسعينات. ايه صح، فاشن التسعينات. اذا كان هذا بالنسبه لهذه الصوره. خلينا نشوف اخر صوره، انا احب الختام يعني يا جماعه. الله الله، من اولك. شو حلو هالطفل من اولك. بس ممكن تقول لي من اللي معك؟ من شو هالجمال؟ من اللي معك بالصوره طوني؟ الوالده نهى حبيبتي سلامات. طبعا احلى تحيه لطنط نهى. هلا شلونش طنط نهى؟ نحن دائما كنا نتمنى انه فعليا ناكل التبوله ماتت، ولكن يعني وانا توني كمان بحييها لانه هي دائما بتبعث لي رسائل حلوه مع طوني. اكيد وصلت التحيه لان دائما بتحضرنا، دائما بتشوفنا. اسرع 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 لان وصلت التحيه اسرع. اذا مشاهدينا كان هذا بالنسبه لصورنا بالنسبه للهاشتاج اللي كان بالاردن عن حط صورتك وانت صغير. ننتقل بشكل سريع حتى نشوف انه من الممكن ان تكون وليمه
أو من الممكن أن تكون حلويات مزينة، أو ممكن أن تتطوع حتى أن تكون قد وصلت إلى بعض المبالغ التي ممكن أن توضع كهدية للعرسان، وعفوا أو من أهل أو من المستضافين من المعازيم للعريس والعروس. صاحب الفكرة شاين صورتك أنت وطفل وين موجودة على الفيسبوك، اللي يريد يشوفها يفوت يشوفها ما مشكلة. كان المفروض تعرضها للمشاهدين. شوفوا هي أسرار طفولتك. لا والله هي حتى تكون صورة واضحة، حسيتها ما حتكون حلوة إنه أنا راح أتكلم عن نفسي، فاللي يريد عادي كنا يعني. إحنا حكينا عنك ما أي ما مشكلة خلاص المرة الجاية نضبطها، بس يكون كذب على المشاهدين عيب يعني مني. صاحب الفكرة مشاهدينا تبنى فكرة الهدايا لمعازيم العرس، ولكنه اختار الآيفون كهدية للمعازيم. نشوف هذا الفيديو. قررت اني نتزوج ان شاء الله نهار السبت. مش يزيدونا ايفونات الكل بس بالسعوديه. لا انت اللي راح توزع تليفونات. اه ليه بطلت؟ نحن قررنا انك تتزوج يوم السبت. احنا مصرين. لا مصرين. شوف انت وزع كفرات اسهل. كفرات تكون اتوقع راح تكون اضمن، وبالحالة راح تتزوج يوم السبت. لا نوزع هريسه عندي منها برج. مشاهدينا بشكل سريع بما انه فعليا وقتنا شايف على الانتهاء، خلينا ننتقل الى احصاء ستاتيستا. اخترت الاحصاء عن اعلى الارقام للقنوات التي تعتمد البث المباشر عبر فيسبوك، وذلك لان استخدمنا شيء له علاقه بالاعراس اليوم. فخلينا نشوف فعليا القنوات اللي تعتمد الفكره الاخباريه. جماعه الاخبار يلا اهتمي بالموضوع. فوكس نيوز طبعا تعتبر هي الاولى، من بعدها ار تي راشن توداي يو كي، ومن بعدها فعليا نكمل الى ان نوصل. طبعا نلاحظ بانه الارقام بما له علاقه بسنه 2017 غالبيتها هي قنوات اجنبيه، وحتى انه يعني اكثر شيء واصلنا الى العالم العربي ومتابع نتكلم عن بي بي سي نيوز، وحتى بي بي سي نيوز كذلك تعتبر قليله مقارنه بالمتابعه. وبس حتى نعطي معلومه سريعه، الاهتمام بالمتابعه يكون يعني بن يعني بطلنا نتكلم اوكي. الاهتمام بالمتابعه يكون قائم على نسبه المتابعه وال يعني المشاركه داخل النطاق اللي يكون به القناه او تكون بالشانل او يكون بالاكونت او الحساب لايف على الهواء بشكل مباشر عن طريق الفيسبوك. انا عن نفسي انهيت فقرتي لليوم، انا اسف اذا شوي تزودت عليكم. فقره رائعه حديثا لا بالفعل. تسلم. هاشتاج شكرا على الاستلام. دائما بتتحفنا بكل ما هو جميل. دائما يعني يوم 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 فانا بعد الكواليس ههرب، فانتم بعد الكواليس اهربوا. هلا لقينا على المطبخ اذا بدك. يلا سنذهب مجددا الى الرائحه الذكيه، وهو عبر على طريقته عن تفاعله مع اخبارك دغري حطه بالمقله. مجددا ولا اشهى. اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا مره جديده. هلا بلشت بتحضير الطبق الثاني اللي هو يخنه الاجاص، اللي هو النجاس. نحن استعملنا النجاس اجنبي لانه هلا طبعا ما بقى في كثير بالاسواق نجاس البلدي. فينا نستعمل اي نوعيه نجاس موجوده. يفضل استعمال النجاس الخضراء اللي هي بتكون عجره وبعدها طعمه الحموضه فيها. ليش ما بناخذ المستويه؟ لانه ما بدنا نحن طعمه السكر الموجوده فيها. بدايه رح بلش انا، رح احط اول شيء طنجره صغيره على النار، رح احط فيها شوي من زيت الزيتون. وهون انا ما بدي اقلي، بدي احط زيت الزيتون مع رشه صغيره من الملح، رشه صغيره من البهار الابيض. وهيدا الشيء اختياري انه استعمل مكعب نكهه الخضار كمان، هيدا اختياري. بدنا نحط شقفه صغيره حضيفها هون بالطنجره، رح اضيف النجاس. هون انا لحتى اكون عم بحصل على نكهه نكهه الخضره بالنجاس وقت حيكونوا يبلشوا يستووا. واثنين انا النجاس ما بدي اطبخهم كثير، ما بدي اخليهم كثير يستووا، بدي اخليهم يبقوا على طبيعتهم نوعا ما، بس انه تشربت الطعمه. راح اضيف عليهم المي وبتركهم على نار خفيفه حوالي ربع ساعه. بغطي الطنجره
ومثل ما شايفين هلا مشاهدينا المقادير عم تمر قدامكم على الشاشه، سجلوهم لانه كثير سهلين ومميزين. شيف فؤاد قلت ما يستعمل الاجاز بالطبخ صح؟ صح صح قليل بس هلا هذا النجاس اللي انا حطيته خاصه اخضر حيعطينا نكهه كثير طيبه، نكهه الحموضه، لانه نحن الطبق كله حنضيف له دبس رمان، فدبس الرمان هو كنايه عن حوامض. هلا انا حطيت البصله هون عم بقليها خليها لتدبل مظبوط. هي وعم تدبل رح ضيف عليها اللحمه اللي قطعتها كيوبس كمان مثل ما شايفين، ما قطعتهم كثير كبار، ممكن تقطيعهم بغير طريقه، طريقه الشاورما اذا بدكم يكونوا مثل الفاهيتا او الفيلادلفا بتكون قطعهم. هيدا الشيء اللي حيعطيني شيء مميز لهيدا الطبق. هلا انا هون عم بقلي البصله، رح ضيف رشه صغيره من الملح، رشة صغيرة من البهار الأسود. هون أنا استعملت البهار الأسود كوني عم بستعمل لحمة، ففضل نكهة البهار الأسود تكون موجودة فيها أكثر. هلا بهذا الوقت بقلبهم، رح أرجع أضيف عليهم الكزبرة الخضراء. أنا بدي الكزبرة الخضراء هون تتقلى وتنطبخ، يعني ما بدي إياها تبقى خضراء، بدي إياها تصير مطبوخة كلياً. رح أضيفهم كل الكمية. قد ايه بدها وقت تقريبا تنطبخ تستوي؟ تقريبا بدها حوالي 15 دقيقة من بعد ما تتقلى البصلة وتستوي، اللحمة لما بقى بتاخذ كثير وقت. هلا عم بقليهم مظبوط ليدبلوا، رح ضيف ارجع عليهم اللحمة مثل ما قلت، رح ضيف عليهم مرقة اللحمة، بتركهم ليغلوا مظبوط، بعدين بكون النجاص صار نوعا ما مستوي لأنه بدنا اياه يستوي مظبوط، المي اللي صار فيها النجاص بدي ضيفها على هذا الطبق، يغلوا مظبوط مع بعضهم لحوالي 10 دقائق، بعدين هون بتصير طبق جاهز. هي كناية عن يخنة لبنانية، في اعتبر الصلصة تاعتها اللي هي مرقة حتكون ما فيها طحين او نشا لتشد. هلا بهيدا الوقت رح ضيف عليهم كمية الحمص، لانه كمان الحمص انا بدي اياهم ما يبقوا حب مثل ما هن، بدي اياهم كمان يستووا اكثر واكثر. بهيدا الوقت كمان برجع بكفي تقليبهم وبدي ارجع اضيف اللحمه. قبل ما اضيف اللحمه هلا رح ارجع لعندكم واكيد تابعونا خلال اخر الحلقه لنشوف رح نقدم الطبق. شكرا لك شيف فؤاد. اذا مشاهدينا الان فاصل قصير ونعود بعده لمتابعه باقي الفقرات، فلا تذهبوا بعيدا. صباح النور مجددا مشاهدينا. لا يختلف اثنان في أن التنظيم المالي داخل الأسرة شرط أساسي لمواجهة تحديات الحياة اليومية وتعقيداتها، فالتنظيم المالي هو بمثابة صمام أمان للأسرة، ومن يتجاهله فإنه يبحث عن الفوضى والعشوائية. لكن ماذا إذا واجهت الأسرة أزمة مالية ناتجة عن ظروف مفاجئة مثل توقف أحد الزوجين عن العمل؟ فهل ينبغي حينها على الأسرة رفع راية الاستسلام أمام تقلص جزء مهم من دخلها الشهري؟ خبراء الاقتصاد ينصحون الأسر التي تواجه أزمات مالية بإعداد ما يسمى بميزانية الطوارئ. لتسليط الضوء على هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان العاصمة الأردنية المحلل الاقتصادي مازن إرشاد. أستاذ مازن صباح النور. يبدو أن التواصل مع أستاذ مازن في هذا الوقت ليس جيدا. بالنسبة إليك أنت في أسرة، أنا ناطرة، أنا أعزب، لا ما مرتاحة وضعي، لا ميزانية، بس أنه عامل ميزانية ولا لا؟ بالواقع عندي مشكلة مع الموضوع، ساعديني جاي استرشد عندي. لا إله إلا الله. هو مازن إرشاد، هو مازن إرشاد وأنت أنا هبة شحادة المرشدة أيضا. هي نرجع على ضيفنا مازن، ما بس بتعطيني هيك نصيحة سريعة. أستاذ مازن كمان بيستوحيني، خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود. من هيك لبسة أبيض. إذا أستاذ مازن عودة إليك، صباح النور. صباح النور توني، وصباح النور هبة والجميع. صباح النور لإلك. بالفعل تضم صوتك لصوت هبة، خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود. ممكن طبعا. اولا يعني انا مع الحكم اللي بنسمعها في تقاليدنا العربيه، في حكمتين، حكمه اقتصاديه هي اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب، وانا ما انا مستغرب مين صاحب هاي الحكمه، هي اصلا مش حكمه ولا تمثل اي فكره اقتصاديه، انه نصرف ونستنى القدر ما يخبئ لنا، او الحكمه اللي هي على قد بساطك او بتسموها بجوز على قد لحافك مد جريك، هاي كمان حكمة اقتصادية أخرى، حسب إمكانياتك المادية أنفق أموالك.
ولا تنتظر القدر أنه يأتي لينقذك من الأزمات والطوارئ اللي نواجهها. لذلك يعني احنا لازم نركز على هذه الامور. احنا بنتكلم عن ميزانيه طوارئ وليست ميزانيه عاديه، هنالك ظروف قاهره تمر بها الاسره نتيجه لاي سبب من الاسباب، قد تكون نتيجه تقلص في الدخل الشهري وقد يكون لفتره مؤقته، وبالتالي يجب التركيز على امور اساسيه كما تعلم توني وهبه فيما يتعلق بتحديد الاولويات. طبعا أهم شيء أنا بشوفه في بداية إعداد مثل هذه الميزانية هي حصر الديون. يعني في ميزانية طوارئ مثل هذه اللي نتحدث عنها، الديون يجب معرفة الالتزام بالسداد، عدم التخلف في سداد الديون مهما كان السبب، حتى لو يعني كانت النتيجة لتخفيف بعض أو ترشيد النفقات أو تقليصها هنا وهناك، لأنه لا بهذه المرحلة تحديدا يجب يعني أن لا نضيف ضغوطات إضافية على الوضع المتأزم نتيجة مثل ما ذكرنا وضع طوارئ وإزمة، وبالتالي يجب حصر الديون ونشوف مين منه قصير الأجل ما يستحق حاليا أو ما يستحق لفترة أو يمكن تأجيله حتى نتمكن من يعني عدم التخلف في متعلق بسداد هذه الديون تحديدا. نعم. من أجل يعني البدء في عملية إعداد علمية في متعلق بميزانية الطوارئ. نعم. ابتداء من حصر الديون والخطوات الأخرى التي تحدثت عنها، هل من المفيد إشراك جميع أفراد الأسرة وضعهم في صورة الوضع الجديد؟ 100%. يعني إحنا إذا منلاحظ أن إحنا نتكلم عن ميزانية طوارئ للأسرة، يعني إحنا إذا كانت الأسرة لا تعلم بأنه يتم إعداد ميزانية خاصة لها حماية لإلها، يعني إحنا بنتكلم عن موارد مالية ونفقات في نفس الوقت. من المهم إشراك الأسرة، خصوصا طبعا بطبيعة الحال الزوجة. الزوجة ليس فقط لأنها ربة بيت، أنا بشوف هي ربة أسرة، هو هي مرادف لما تم التعارف عليه فيما يتعلق برب الأسرة. هنالك أيضا ربة أسرة بالمعنى الحرفي للمقصود هنا، بمعنى هي تعرف ماذا احتياجات البيت من مصروفات وغير ذلك من أمور. طبعا هنالك أيضا دراسات، يعني ممكن توني يتفق معي وحابب أعرف رأيه، بأنه هنالك دراسات أيضا تتحدث بأنه الزوجة أصبحت أكثر تمكنا فيما يتعلق بالتدبير المالي للأسرة أكثر من الزوج. يعني هنالك دراسات تحدثت عن هذه الأمور. لم يعني الفكر التقليدي اللي احنا تعودنا عليه بأنه رب الأسرة أو المسؤول الأهم فيما يتعلق بتحديد نفقات، أين تذهب النفقات، أين تأتي الإيرادات وكيف كيفية إنفاقها بشكل عام. هنالك إذن من المهم إشراك الأسرة فيما يتعلق بإعداد ميزانية مهمة مثل ميزانية الطوارئ، حتى بما فيهم الأبناء بشكل غير مباشر، بأنه نقدم لهم جزء من المال بأن يقوموا بشراء ما يحتاجونه ضمن سياسة ترشيدية، ترشيد النفقات، تحديد الأولويات، حتى طبعا يعني ترى هذه الخطة النور بنهاية المطاف. طبعا أنا معك يا أستاذ مازن، لأن السيدة عن زوجتك المستقبلية انت طبعا لا أريدها سلبية، أريدها مشاركة في كل أمر في المنزل بما فيه الطوارئ، ومن هنا ميزانية الطوارئ. لدى حصول أي طارئ وتراجع دخل الأسرة، هل يعني يفضل ألا نعتمد الديون أو كثرة البطاقات الائتمانية كريدت كاردز؟ يعني كأن النظام الاقتصادي العالمي في هذه الأيام يشجع على الديون. في الطوارئ بالذات هل يفضل أن نبتعد عنها؟ 100%. يعني سؤالك في غاية الأهمية. أولا الأزمة المالية الاقتصادية اللي ضربت العالم وابتداء من الولايات المتحدة وبدأت دول أخرى، اليونان، نتيجة فقاعة الديون. يعني احنا بنتكلم كأفراد وكدول، يعني بدأت كأفراد عام 2008 في الولايات المتحدة نتيجة بطاقات الائتمان، يعني من غير ما يكون في رهن عقاري أو رهن لأي شيء أدى إلى هذه الفقاعة، وبدأت أيضا بعد ذلك فقاعة الدول فيما يتعلق بمديونيتها. إذن هذا شيء مهم في فترة إعداد ميزانية الطوارئ. أهم شيء هو التأكد بأنه الديون يتم تسديدها في الوقت المطلوب وفي الفترة الزمنية المطلوبة، لأنه بنهاية المطاف
ليس من الطبيعي أنه نزيد من الضغوطات على الأسرة أو حتى زيادة المديونية عليها، طبعا من خلال التركيز على بناء ميزانية يكون اعتمادها على الأساسيات وليس الكماليات. إحنا هون بدنا نفرق بين إعداد ميزانية عادية شهرية وبين إعداد ميزانية نتيجة وجود خلل أدى إلى تقلص دخل الأسرة لأي سبب من الأسباب، وبالتالي يجب أنه التركيز على الأساسيات من مسكن وصحة وتعليم قبل الأمور الأخرى اللي إحنا ليس بحاجة ملحة إليها في الفترة الحالية. والزوجات بدو يخففوا شوبينج شوي، بدك تخففوا شوي التسوق. يعني طيب بعد أنه تقوم الأسرة بتشكيل ميزانية راعت ظروف تراجع دخلها، هل يعني مضمون أنه تنجح هاي الخطة الجديدة؟ ما في شيء مضمون بالحياة هبة، بس الشيء المضمون انه لا شيء ياتي مفروشا او الامور لا تاتي بسهوله، هذا بحاجه الى جهد، الطريق لن يكون مفروشا بالورود، لكن الشيء المضمون انه في اساسيات انا بشوفها انه ان لا نستعجل النتائج، النتائج لا تاتي بسهوله لانه احنا طريقه حياتنا اختلفت، تعودنا على نمط حياتي على حتى نمط استهلاكي، كيف تعودنا في فترات تسوق ماضيه الان في ظرف اختلف، وبالتالي حياتنا راح تختلف، طريقة استهلاكنا للأمور وفي حالة التسوق قد يطرأ عليها اختلاف كمان فرق كبير، وبالتالي يجب علينا أن لا نستعجل النتائج، أيضا يجب علينا مراجعة الميزانية اللي منقوم بإعدادها ميزانية الطوارئ بشكل شهري ونشوف وين في خلل كان في الشهر الماضي حتى يتم تصويبه في الشهر القادم عندما نقوم بإعداد ميزانية جديدة. نعم. نأخذ بعين الاعتبار بأنه ترشيد النفقات هنا وهناك قد يساعد على توفير بعض الأموال من أجل سداد بعض الديون اللي أصبحت يعني ملحة فيما يتعلق بتسديدها، وبالتالي نعم. كل هذه الأمور احنا بنتكلم عن التنظيم وليس الفوضى، التنظيم يساعد على تخفيف الأعباء المالية ويؤدي إلى وصولنا إلى بر الأمان فيما يتعلق بالأسرة بشكل خاص تحديدا. نعم، المحلل الاقتصادي مازن إرشاد، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والنقاط المهمة جدا التي أعطيتنا إياها. طبعا هبة، والحياة تقلبات يعني، ويسعد صباحكم مرة أخرى. يسعد صباحكم. يعني الحياة فيها طلوع ونزول. نعم، إذا طلعنا من أزمة الطوارئ اليوم يمكن ينفتح لنا فرص ترجع تعزز حياتنا المادية. أكيد. البحبوحة دائما إن شاء الله لازم دائما نطلع بإيجابية، وإن شاء الله البحبوحة لإلك كمان ولكل المشاهدين طبعا. بس أنا هو تحدث عن الأساسيات والكماليات، أنا بعتبر الفن أساسي. نعم. وارتياد المسرح أو السينما أساسي لأنه جزء ثقافي لا غنى عنه. نعم. حصتنا الآن حصة مسرحية، عرض خطوات مخيم وإيقاع، يحكي عن قضية واحدة بأوجه معاناة مختلفة وكل الأمل الذي ما زالت تحمله. إنه المخيم الفلسطيني بوجعه آماله وآلامه من خلال رقص تعبيري مميز، نشاهد هذا التقرير سويا. اليوم بتعبر عن كذا حالة احنا عايشينها بالمجتمع، يعني عايشين مثلا حالة الأسير، الضغوطات اللي بنواجهها يوميا بحياتنا كلاجئين فلسطينيين، كيف الفلسطيني اللي بالداخل، كيف الفلسطيني اللي دائما متعذب على الحواجز الضغوطات النفسية، الفلسطيني اللي مهاجر برا اللي ما بينسى أرضه ما بينسى وطنه. الرقص هو يعني باختصار هو الحياة بالنسبة لي، يعني أنا كتير بحب الرقص، بحس حالي هون بلاقي حالي، ومن خلال الرقص ومن خلال التمثيل ومن خلال التعبير بوصل كل شيء حاسة فيه جواتي للعالم اللي أنا ما قادرة أحكيه. إحنا
احنا الفريق هو الفريق المسرحي بمخيم عين الحلوة. نشاطاتنا كل ما يتعلق بالمسرح. اجمالا مركز التواصل الاجتماعي اجيال بيشتغل مع الفئة الشابة. بس احنا الفريق اللي اخذ الاتجاه المسرحي. عروضنا بتبلش من حاجات وتفاصيل نابعة من قلب المخيم. الشباب هن اللي بيكونوا بتأسيس الفكرة من أساسها لحتى نهايتها. الفكرة هن اللي بيكتبوها، هن اللي بيبنوها كليات مع بعض. بياخد شقفة البحث عن المعلومة، بعدين بياخد طريقة التعبير بالرقص والتعبير الجسماني. نتيجة يعني أنه عنا برنامج ونتيجة ظروف المخيمات وظروف الشباب داخل المخيمات الفلسطينية، نعتبر أنه موضوع ثقافي أساسي من جهة لننشر يعني فكر وثقافة مختلفة غير اللي عم بحبوا يحطولنا إياها بقلب الوسط الفلسطيني، وبنفس الوقت هو حماية لهالشباب، حماية من أنه تسرب المدرسة، حماية من أنه يروحوا ينجرفوا لممارسات خطرة، حماية لأنه يروحوا للعنف والتسلح. فلما يعني عم نعطي توجه للشباب لمحل تاني إيجابي مفرح، بيبني بمكن بيطور، ياخد الشباب لمحل أحلى. لو كما هالنشاطات اللي تتقام في مخيمات هكا فلسطينية طبعاً. صحيح. وضيفنا التالي كان عنده صحيح مش نبعده على موضوع فلسطين بعد فيلم طائر الشمس الذي تناول فيه تصورات بعض الفنانين وعلاقتهم بفلسطين. يعود المخرج وكاتب السيناريو الفلسطيني عائد نوعا في هذه الأيام إلى ما قبل العام 1948 بحثا عن أرشيف لسينما فلسطينية كانت ملامحها أخذت بالشك. للحديث عن أعماله السينمائية الجديدة دعونا نستضيف معنا في الاستوديو المخرج السينمائي عائد نبعة في فقرة من هنا وهناك. صباح النور عائد. صباح الخير. يعني كأنك تعود بنا إلى ما قبل ما يعرف بالنكبة، إلى ما قبل عام 48. أنت تفتش عن أرشيف السينما الفلسطينية قبل 48. مهمة صعبة صح؟ مهمة صعبة وعنوان كبير بالبداية، لأنه السينما الفلسطينية بدأت مبكرا يعني على يد الأخوين لاما، هما سينمائيين فلسطينيين جاء من تشيلي عام 26 باتجاه فلسطين، توقف في الإسكندرية ومعهم معدات سينمائية هائلة ضخمة. فعندما توقف بالإسكندرية كان الوضع السياسي في فلسطين تعرف أو كما تعرف فلسطين كانت تعيش تحت الانتداب البريطاني، وهذا الانتداب البريطاني كان صعب، فالفترة السياسية كانت صعبة. ففضل الأخوين لاما بدر وإبراهيم لاما البقاء في الإسكندرية، وعملا أول فيلم من أوائل الأفلام في تاريخ السينما المصرية، قبلة في الصحراء عام 27. فعند النظر في تاريخ السينما الفلسطينية، التاريخ طويل وبدأ مبكراً. الملفت للنظر أن الأخوين لاما بقيا في الإسكندرية وأسسا استوديو كوندور في الإسكندرية وأنتجا الكثير من الأفلام. الملفت للنظر أن في يافا قام إبراهيم سرحان وهو رجل عادي، قام بصناعة أول فيلم وثائقي في فلسطين. هذا في موازاة ذلك. في موازاة ذلك عام 35. عام 35 قام بعمل أول فيلم وثائقي. في هذا الفيلم الوثائقي يروي قصة زيارة الأمير أو ولي العهد كان الآن أو أصبح فيما بعد الملك عبد العزيز آل سعود، زار فلسطين، تنقل بين اللد والرملة برفقة الحاج أمين الحسيني. فهذا كان أول فيلم وثائقي ينجزه إبراهيم سرحان، لكن للأسف هذا الفيلم الوثائقي فقد. قصة حتى سرحان الأخوين لاما كل شيء فقد منهم. الأخوين لاما مشكلة الأخوين لاما يعني الممثل بدر انتحر صح؟ بدر توفى وفاة طبيعية، أصاب بذبحة صدرية. إبراهيم تعرض لضغوطات مالية كبيرة جدا، ضغوطات نفسية، ويقال الكثير يعني الكثير من الروايات تروى حول مصير إبراهيم بأنه انتحر.
لكن لا نعرف الحقيقة. يعني أنتم الآن في صدد البحث خصوصا عما تبقى من أعمال أخوين لاما وإبراهيم سرحان. صحيح. إلى ما وصلتم؟ يعني وصلنا إلى بعض النتائج. العودة إلى إبراهيم سرحان. إبراهيم سرحان عندما ترك فلسطين، يعني عندما حصلنا على بوستر، بعض البوسترات التي تشير إلى بعض الإنتاج السينمائي مثل عاصفة في بيت مثلا، هذا الفيلم حسب تقديرنا حسب عمر البوستر هو من إنتاج عام 37 ممكن أن يكون. المشكلة كان هناك نقطة تحول في حياة هؤلاء الفلسطينيين جميعا اللي هي النكبة. النكبة وقعت عام 48، فبالتالي أصبح هناك تحول دراماتيكي في حياة هؤلاء المخرجين أو هذه الشخصيات. سافروا في معظمهم. سافروا معظمهم سافروا ترك فلسطين. إبراهيم سرحان ترك فلسطين اتجه إلى الأردن عام 57. وجدنا فيلم بال 2010، المخرج والناقد الأردني عدنان مدنات وجد أهم فيلم في تاريخ السينما الأردنية هو صراع في جرش عام 57. عندما نظرنا إلى تترات الفيلم وجدنا اسم إبراهيم سرحان يتكرر 3 مرات، تصوير إبراهيم سرحان، مكياج إبراهيم سرحان، مونتاج إبراهيم سرحان. فهذا الرجل هو رجل يعني صنع بداية، وضع بدايات السينما الفلسطينية. وهذا الفيلم مهم جدا، فيلم صراع في جرش، والنسخة موجودة. للأسف إبراهيم سرحان بعد 57 يبدو أنه لم يجد حياة في أو جدوى في صناعة الأفلام، فبالتالي توجه إلى لبنان ومات وحيدا في مخيم. طيب الذي اكتشف تفضل. يعني هل البحث اللي قمت به الكل واللي لقيتوه من أفلام أو من تاريخ أو من بوسترات، أنت قمت بتجميعهم مع الناس اللي معك وقاعدين تنجوا في حاجة أو أنتجتوا فيلم كامل على 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 ما كل ما يوجد ما قبل 48 والسينما اللي كانت موجودة. صحيح. هل على الأقل نجم نعتبره أنه هذا يعتبر أرشيف كامل لما قبل 48 أو بعد فيه شوية نقائص لازم نلقاه؟ ما نجمش نقول أنه هذا جميع الأرشيف. معناه نحن بحاجة إلى البحث أكثر. نحن الآن ما زلنا في مرحلة البحث. هذا الفيلم تحديدا هو نصفه بحث أو ثلثينه بحث، لأنه إحنا أمام عنوان كبير وشائك. يعني هناك سينمائيين، بحر كبير، هناك سينمائيين فلسطينيين مثل محمد صالح الكيالي درس السينما في بداية الأربعينات، عاد وأنتج أفلام. محمد صالح الكيالي اختفى. هناك روايات تقول أنه مات في ليبيا، هناك روايات تقول أنه مات في القاهرة. وجدنا بعض اللقطات لهذا المخرج التي صورها قبل عام 48. نحن ركزنا البحث قبل عام 48 لأن هذا له معنى كبير بالنسبة لنا، لأنه ما يقال عن فلسطين أنها لم تكن موجودة. ما أي فلسطين قبل عام 48؟ يعني كأنكم عم تفتشوا حاليا على شخصيات عاصرت هؤلاء السينمائيين. كان عندك لقاء يمكن مع المخرج العراقي قاسم حوال. قاسم حوال هو التقى بإبراهيم سرحان. صحيح. قاسم حوال، شو كانت نتيجة لقائك فيه؟ قاسم حوال من المخرجين الأوائل الرواد في تاريخ السينما العراقية. قاسم حوال ترك العراق وتوجه إلى لبنان ليؤسس هو وبعض المخرجين الفلسطينيين مثل مصطفى أبو علي سينما سميت فيما بعد هي سينما مهمة، سينما الثورة الفلسطينية. هذا بعد 48. بعد 48 قاسم حاول بالصدفة يتجول بين المخيمات، يقوم بعمل فيلم عن صبر وشتيلة. قالوا له أن هناك مخرج سينمائي اسمه إبراهيم سرحان، أو يقال أن هناك رجل يعيش في مخيم الدعوق هو مخرج. ذهب قاسم حاول ليسجل هذه الرواية، وجد إبراهيم سرحان، يعني وجده لحما ودما وسجل معه حوار كامل، وروى في هذا الحوار إبراهيم سرحان كامل القصة. يعني لولا اكتشاف قاسم حاول لإبراهيم سرحان ما زال إبراهيم سرحان مفقود. إبراهيم سرحان ما خرج، يعني حتى الموسوعة الفلسطينية تؤرخ أنه مات في 82 وهو مات في 87. يعني نستشف مهمة صعبة جدا فيما جدا صعبة، وبذات الوقت في شغف من قبلك كأنك واثق أنك رح توصل، يعني مع أنه اللي بين إيديك حاليا قليل جدا قليل جدا. لكن بنفس الوقت هو إحنا يعني إحنا بصدد، حتى قلنا اتفقنا أنا وزميلي في هذا العمل مهند صلاحات، وصلنا إلى 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 نتيجة تقول أو سوف نتبع هذه النتيجة يوم من الأيام، أنه إن لم يجد أفلام سنجد السينمائيين الفلسطينيين. سنتتبع رحلة هؤلاء السينمائيين، لأنه السينما الفيلم لا نستطيع فصل الفيلم عن صانع هذا الفيلم. الفيلم بأهمية صانع الفيلم، الأفلام بأهمية صانعيها. فبالتالي عثورنا على قصة إبراهيم سرحان أو حياة إبراهيم سرحان، محمد صالح الكيالي، أحمد الكيلاني وغيرهم من المفقودين مثل خميس شبلاق وآخرين، هو بالنسبة لنا هو إنجاز. إنجاز لأن هؤلاء السينمائيين صنعوا شيء قبل النكبة.
بدأوا مبكرا في ظل انتداب بريطاني صعب، في ظل يعني أوضاع صعب. أنت بتتحدث عن 36 فترة الإضراب العام في فلسطين، وهي من أوائل الإضرابات الطويلة التي قام بها الفلسطينيين للاحتجاج على سياسة الانتداب البريطاني الذي سمح لليهود بالهجرة مبكرا إلى فلسطين إلى آخره. بس السؤال الأخير، هذا في الصورة هو سرحان؟ هؤلاء يعني أنا عرفت أنه لقيت لقطة واحدة لإبراهيم سرحان، هو خلف الكاميرا. إبراهيم سرحان فقط له صورة واحدة وهو خلف الكاميرا. أي. المهم في هذه الصورة، إلى الآن ما زالت بالنسبة لنا مجهولة. ما قام به أحمد مروات وهو حارس الأرشيف بالنسبة لي، أرشيف الناصري، إبراهيم أو أحمد مروات ينبش على هذه الصور، مدنا بمجموعة من الصور، من هذه الصورة لا نعرف من داخل هذه الصورة. هذه الصورة التقطت في فلسطين، من هو المخرج، من هو المصور؟ أنا فكرت إبراهيم سرحان. للأسف لا. إبراهيم سرحان لديه صورة واحدة خلف الكاميرا، هذه الصورة ما زالت مجهولة بالنسبة لنا. فالمهم الآن أن نعرف من هؤلاء. بس طبعا على أي تكون مفتاح، يمكن تكون مفتاح لمعلومة حاجة. عقد بصراحة مع الأسف أنه الوقت داهمنا وإحنا حابين نقعدوا أكثر، لأن الموضوع يطول جدا، يطول برشا معاك. وانتم في حد ذاتكم الفكرة اللي قاعدين تقوموا بها هي في حد ذاتها بورتري كامل عليكم انتم، لأنه بصراحة قاعدين تقوموا في عمل حلو، ونتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله، وإن شاء الله تكون موجود معنا مرة أخرى. يعيشك يعيشك، تعود إلينا مع نتائج. أكيد أتمنى ذلك. لين وصلوا معاهم البحث حتى إحنا. عايشك تومي. شكرا لك عدنا بعلين. مشاهدينا خلينا نمشي إلى هبة الموجودة مع الشيف فؤاد في المطبخ وفقرة ولا أشهر. إذا مشاهدينا عدنا إليكم مع الشيف فؤاد وهالأطباق الشهية. شكرا. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا مرة جديدة. هلأ وصلنا للنقطة الأخيرة اللي هي عم نسكب الأطباق. نعم. هلأ مثل ما شايفين لنجاص. صح. نعم. مثل ما شايفين أنا غليت اليخنة وخلصت، ضفت عليها آخر شيء كمية دبس الرمان المحددة. نعم. قلبتها قلبتين وطفيت النار عنا، ما بدي خليها كتير. ما دفت كتير دبس رمان. لا مش حاسة إنه لونه تغير. أبدا. نعم. 3 معالق دبس رمان يعني حطيناها. نعم. بس قد ايه بتأثر بالطعم 3 معالق؟ بتأثر كتير بالطعم، بس أكيد ما رح تعطينا لون. هون عم نشوف برغل. هون أنا حضرت صح برغل مع شعرية. ليه مش رز مثلا؟ يعني إله علاقة إنه بهالطبق؟ بهذا الطبق اللي قدم مع برغل، بس فينا نعمله مع رز يعني. نعم. منا مشكلة. بس أنا دائما بفضل إنه نقدم الطبق مثل ما هو، لسبب انه البرغل اخف بكثير من الرز. نعم. حتى بالاطباق الثانيه يعني البرغل كمان اخف. صح. يعني في ناس بيعملوا برغل بدل الرز اصلا. مزبوط. بكل الاطباق اللي خاني. مزبوط. وكثير بتلبق معها. نعم. هلا مثل ما شايفين انا حضرت البرغل سكبتهم مع الانجاص. نعم. رح ضيف عليهم اللحمة والبصل. إذا ملاحظة أنا عم بصف المرقة، ما بدي أحط المرقة هون. لا. لأنه على جنب محضر جاط تاني فيه كمان باقي المكونات المرقة. للي بحب بيقدر يضيف المرقة على طريقه. هالطبق مش كتير معروف صح؟ لا مش كتير معروف. لا. نحن صراحة حبيت ضوي عليه لأنه هيدا من عنا، من لبنان يعني، موجود هيدا الطبق. نعم. بالتحديد من كسروان. كتير مميز عندهم. وبيعملوا لهلا ولا قديم؟ يعني قليل اللي عم بينعمل بصراحة. كنت الأسبوع الماضي بكسروان عند بزيارة لعند حدا أصحابنا، وكانت الوالدة بالأحرى الجدة محضرة هيدا الطبق. نعم. لقيته كتير مميز، حبيته، حبيت أقدمه على الهواء. نعم. منه المشاهدين بيتعرفوا على أطباق جديدة. نعم. وخاصة هلأ بعدنا بعد موجود عنا الانجاص الأجنبي إذا بدك. أه. أكتر. أه. اللي هو بتفيه طعمة الحموضة. هلأ هيدا هون صار جاهز. هلأ أنا بعد شوي رح أرجع أسكب الشكل التاني. نعم. بس أنا اللي بدي أسأله إنه ضروري يكون الانجاص حامض، ما يكون حلو يعني. ضروري يكون حامض لحتى نحصل على هيدي النكهة الحوامض الموجودة، لأن إذا بدنا نحط على الحلو حنختلف لطبق تاني حتصير طعمة حلوة فيها. نعم. خلينا نشوف الطبق التاني. الطبق التاني اللي هو الدجاج بنقعة الطابور مثل ما شايفين. هذا من العائلة طبعا. من عائلة ابن العائلة الكريمة. صحيح. اهتمينا فيها هبة. أكيد اهتمام خاص. مثل ما شايفين مشاهدينا صار الطبق هذا الدجاج. نعم. مستوي. رح أزيح أنا هذا الطبق شوي لحتى نقدر نبين طريقة السكب. أنا محضر خبز تنور. لا حط عليهم هدول الدجاج. كمان نقول إنه خبز كمان تنور فينا نستبدله بالخبز العادي. ممكن استبداله يعني بالخبز العادي. صحيح. هيدا الطبق ممكن نقدمه كمان مع الرز مع البرغل بالشعرية. يعني ليكون في حده مادة نشوية ممكن. نعم. استعمال هو أصلا البرغل. في المادة النشوية باليخنة اللي محضرها حده لأنه فيها خبز. صح. نعم. هلأ شلت إذا ملاحظين الفخاد أنا فرقتهم عن بعضهم لحتى. نعم. نقدر نسكب. هذا الشيء طبيعي انه يفرط. هذا طبق العيله مرتب.
نعم. دليل على الاستواء وقتها بتفرط قطعة طبق العيلة مرتب عم بتطبقيني إذا ملاحظين الحبق الجوانح أنا تركتهم كمان لحتى أخذ من خواصهم نعم. الصلصة هون جاهزة عندي رح جيبها نسكب شوي على الدجاج اها إذا ملاحظين تركت هون مطرح فاضي لسبب إنه أنا بدي أحط كمية من الصلصة، إذا ملاحظين أنا مش عم بستعمل شيء غميق بدي المي تنزل مش كلها تبقى عندي على الطبق لحتى يكون كمان الخبز صحيح أطرع يعني يصير نعم واثنين ما بدي ينزل كتير مي نعم أنا هيك صار هذا الطبق جاهز ممكن نعم. إضافة عليه شوي للخبز الجاف نعم. لحتى يعطينا شكل تاني هذا ممكن يتحمص نعم. مع شوية أعشاب جبنة أو أعشاب بيكون هذا الطبق صار جاهز كمان بيتقدم مع البرغل بالشعرية نعم. إذن قبل أن نسلم الهواء مشاهدينا لزملائنا في لندن وقفة قصيرة مع فاصل أخير روت لليوم انتهى ولكن ملتقانا أكيدا وبشيكون أحنا بالنسبة لنا أحنا من بيروت غدا والآن إلى زملائنا في لندن ونتشكرهم توني على فاكس على الفاكس طبعا أنا وصلني فاكس البانكيك بالشوكولا نعم. بس علقت خراشيم آلة الفاكس بالشوكولا ما وصلوا البقية ممكن ترجعوا ترسلون لو سمحتوا بليز خليك لنا وتوني من بعض صباح النور وصباح النور صباح الأنوار كل الزملاء يعني صعب يرجع ينرسلوا لأنه صباح. خلص طفت الملوك لا تعاد لا تعاد لكن لا من بالعكس حنبعتهم أكلات تانية أكلات تانية طبعا أنا معك لا بالعكس يا توني انتظر حيوصلوك اليوم وبسرعة شكرا لك هبة وأمين وتوني كل زملائنا في بيروت طبعا احنا الشيف المجهول حيبعت لنا اليوم نادين اليوم سريع طبعا سريع احنا مو مثل لبنان احنا هنا في بريطانيا اذا صباح النور مشاهدينا مشاهدي التلفزيون العربي صباح النور لك نادين صباح الانوار يا احمد برنامج صباح النور يستمر معكم من هنا من استديوهاتنا لمده ساعه من الوقت هنا في لندن اذا مرحبا بكم مشاهدينا اليوم نتوقف عند التفاني في العمل والجهد المبذول لاتمام ساعات اضافيه وطويله لان المشكله تكمن في الخطر الذي ربما تشكله هذه الساعات على صحه الموظف الجسديه والنفسيه صحيح نادين فقد خلصت دراسه بريطانيه الى ان العمل لاكثر من 55 ساعه في الاسبوع يزيد من احتمالات الاصابه بالجلطات الدماغيه هذا بالاضافه الى اضرار نفسيه وحتى اجتماعية سنناقش كل ذلك أحمد لكن بداية نتعرف إلى باقي فقرات البرنامج وأولها مع زميل عدنان الظاهر معنا مباشرة من إسطنبول صباح النور عدنان صباح النور صباح النور نادين صباح النور أحمد سأكون معكم اليوم من إسطنبول لاستعراض بعض المواضيع التي جاءت في الصحافة التركية وربما أبرزها بعض حالات الوفاة التي تحدث بين المواليد الصغار بسبب العادات الاجتماعية السيئة فابقوا معنا شكرا لعدنان ومن الصحافة إلى أخبار النيو ميديا مع الزميلة مها رزق صباح النور صباح النور ضيطية اليوم صباح النور نادين صباح النور مشاهدي التلفزيون العربي قضية جديدة بين شركتي أبل وسامسونج بشأن براءة اختراع تصميم الهواتف الذكية وميزات أخرى فمن هو الرابح انتظروني لمعرفة التفاصيل شكرا مها مشاهدينا ندعوكم لمشاركتنا آراءكم عبر صفحة التلفزيون العربي الترفيهي على فيسبوك وأيضا على منصتينا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وإنستغرام بحتي أحمد بالنسبة لموضوعنا الرئيسي وساعات العمل الإضافية خلصت دراسة أجراها باحثون في جامعة كوليدج لندن البريطانية إلى أن الأفراد الذين يعملون لساعات طويلة معرضون للإصابة بحالة الرجفان الأثيني في القلب الذي يتمثل بعدم انتظام لدقات القلب ويعد أحد العوامل المسببة للإصابة بالجلطات الدماغية صحيح نادين حتى من اسمه مخيف وقد شملت الدراسة حوالي 85 ألف شخص وقامت بتحليل بياناتهم ومتابعتهم على مدى 10 سنوات
واتضح أن الذي يعمل أكثر من 55 ساعة أسبوعيا معرض أكثر من غيره للإصابة بأمراض نفسية وجسدية خطيرة جدا قد تكلف حياة هذا الشخص. طريق العمل مألوف عند عمر الذي يعمل طباخا في مطعم بالعاصمة المغربية رباط. يعمل في معظم الأوقات أكثر من الساعات 8 المحددة في اليوم في قانون الشغل. يختار عمر العمل لساعات إضافية بكامل إرادته، إذ يجد فيه موردا ماديا إضافيا يساعده على تحمل مصاريف الحياة اليومية ومتطلباتها. بصفته شابا في مقتبل العمر، أمر يحرمه من أشياء كثيرة في مقدمتها علاقاته الاجتماعية حتى مع أقاربه. بعض المرات كتكون الخدمة كيطلب منا رب العمل أننا نزيدو سوايع إضافية. سوايع إضافية جوج جوانب، ناحية إيجابية وناحية سلبية. ناحية إيجابية هو يعني كنستافدو منهم ماديا، ومن ناحية الاجتماعية سلبيا اجتماعيا، يعني ما بالنسبة ما كنبقاش نريحو مع ما كنبقاش نريح مع دارنا بزاف، ما كنمشيش للقهوة، وحتى صحيا كيأثرو فيا حيت كنقوم بمجهود أكثر من اللي موالف كنقوم به. محمد هو الآخر يعمل مع عمر في المطعم نفسه، لكن وضعه مختلف. فعمله لساعات إضافية أمر ليس بالاختياري نظرا لثقل مسؤولية الأولاد والعائلة. لا إيجابية، حيت أنا بتمرة أنا لما طلبهاش مني هو كنطلبها منه أنا، يعني أنا كنطلبها حيت أنا محتاج لها، حيت عندي مسؤولية، يعني عندي عادي ما كاينش مشكل. بعد مرة كنتعطل على موالي الدار، كنتعطل على وليدات ديالي، كنكون داير مع شي صحابي في قهوة ولا شي حاجة ما كنمشيش، كنتعطلوا كاع ماشي مشكل. يعني محتاج ليهم أنايا، محتاج ليهم ماديا حيت عندي مسؤولية بزاف. وما ذلك أنا كنخدم نادل، يعني مزيانة ليا، كنخدم مع الكليان، كنصور معهم شوية، يعني لازم تسويات مزيانة ليا أنايا. وما كنتعطل واحد جوج سوايع في الليل، ولكن مع ذلك يوصلني المسؤول سي رشيد. على غرار من يعملون ساعات طويلة، يقول رشيد صاحب المطعم الذي يعمل فيه محمد وعمر أنه يطالب العمال زيادة في ساعات العمل نظرا لضغط طلبات الزبائن. كما كتعرفوا هذا المجال ديال المطاعم سيكون يعني في الأوقات ديال الذروة سيكون عندنا إقبال كبير من خلال الزبناء اللي كيجيو عندنا المحل، أو الإدارات اللي كنديو لهم مأكولات العين ما كان عندهم. ولهذا كنضطروا أننا العمال نطلبوا منهم يزيدوا أوقات إضافية، وفي نفس الوقت نعوضهم، يعني تيكونوا حتى هما محتاجين أوقات باش حتى هما كيستافدوا. كثيرون هم من يعتقدون أن العمل ساعات إضافية قد يوفر لهم دخلا إضافيا يعينهم على تيسير أمور حياتهم، لكن يجب أن لا نغفل عمل الساعات الإضافية من استنزاف للصحة والطاقة، إضافة إلى ما له من انعكاسات خطيرة على العائلة والمجتمع بالعموم. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الدوحة عبد العزيز دلول، وهو مدرب مهارات حياتية ومختص علم نفس. أهلا وسهلا بك. يعني قد تختلف الأسباب التي تدفع أي موظف للقبول بالعمل الإضافي، لكن عند إتمام هذه الساعات الإضافية ما الذي يجب أن يؤخذ في عين الاعتبار برأيك؟ صباح الخير نادين، وشكرا للاستضافة. صباح النور. ساعات العمل الطويلة، ساعات العمل الطويلة أهمية للفرد، خاصة بكون عيلة أو اللي بعنده مسؤوليات كثيرة. يعني هاجس أن تحقيق أحلامنا وأهدافنا بيستدعي أنه نبحث للمزيد أكثر وأكثر. اللي بيخلي الإنسان أو أحد المسببات اللي بتخليه يضغط نفسه وما يشعر بهذا الضغط هي أربعة أمور. يعني مسببة للشعور بالضغط، و يعني حتى في مرحلة من المراحل يشعر بالاحتراق النفسي، وهذه مرحلة تأتي للشخص عندما يفكر كثيرا ويشعر في ضغوطات داخلية نفسية من الداخل، وضغوطات خارجية سواء من الأهل أو رب العمل أو كذا. هذه الأمور الأربعة قد تكون أولا عجلة الحياة، وهي الأمور الرئيسية في سد احتياجاتنا
النفسية والشخصية كاحتياج تقدير الذات، كمشكلات العائلة، عندي ضعف في الثقة بالنفس، قد تكون هناك مشكلات في اقتصادية، قد يكون عندي ديون كثيرة. هذه أول مشكلة. المشكلة الثانية أو العامل الآخر وهو الوقت. عامل الوقت دوما يوتر الجميع، وهذا يعني في بعض الناس عندهم مثالية كبيرة في الالتزام بالأمور، فينسى إنه لا يعني إنه الإنسان لا يحمل نفسه فوق طاقته، كل إنسان مقدر بطاقة معينة وباستيعاب معين. سو الوقت هو من أشد المسببات للأمراض النفسية والعقلية. ثلاثة وهو تقدير الذات، يعني الشعور بالأهمية في العمل أو في العائلة. كنا يعني معظم الناس بحب يكون لهم وجاهة اجتماعية في العمل مهم، يشعر طيب. أنه مهم. نعم. فهذا يجعله أنه يأخذ يعني ساعات إضافية أو يبهر من حوله. طيب عبد العزيز، يعني أول شيء صباح النور. يعني هناك من يتحدث بأن يعني هذه العادة أو عادة الساعات الطويلة أو الساعات الإضافية قد تكون متجذرة أو في من خلال العمل الحديث أو من خلال ثقافة العمل الحديث. هناك ناس لا يحبون أن يشتغلون ساعات إضافية والآخر يطلب هذه الساعات، يعني قد لا يكون الموضوع هو موضوع اقتصادي فقط كما تحدثت عنه. كيف يمكن يعني الحديث عن هذا الموضوع نفسياً؟ نفسيا هناك إدمان، وزي ما قلت لك في يعني أنا لما بدي أشعر في بعضهم عنده مشاكل مثلا منزلية فبتلاقيه يبعد عن العمل، أو ما عنده علاقات اجتماعية فالعمل يصبح بالنسبة له إدمان، يعني مهرب تقدير الرضا النفسي والشخصي من خلال إنجاز العمل. نعم. فيكون العمل هو الهروب الإيجابي بالنسبة له، ولكن ينعكس سلبا في حياته الخارج نطاق العمل. حتى بعض الناس تجد ثقته بنفسه في العمل أقوى من الخارج. صحيح. يعني يشعر أنه هذه مملكته أو هذه أشياء، خاصة إذا كان عنده خبرة طويلة في هذا المجال. طب عبد العزيز، يعني بغض النظر حب إدماني، نعم، يعني بغض النظر إن كان يعني يصنف في خانة الإدمان أم لا، لساعات العمل الطويلة أضرار جسدية وكذلك نفسية. أخبرنا أكثر عن هذه التداعيات النفسية التي يمكن أن تنتج عن هذا الوقت الطويل في العمل. فعليا يعني نحن نعيش حياة واحدة، واحتياجاتنا النفسية زي يعني نظريات في علم النفس شهيرة بتحكي إنه الإنسان محتاج إنه يقسم طاقته واحتياجاته سواء الاجتماعية والمهنية والمالية أكثر من مجال. وفي حقيقة الناس تختفي عنها، يعني بتغفل عنها، وهي أن خارج العمل هو ما يعطيك الدافع للعمل، وأنت تأخذ إنجازك في العمل وشعورك بالرضا بالإنجاز بالعمل. في بعض الناس بيقولوا أنا ما عندي عمل فأنا أخذ وقت طويل علشان مثلا حاجتي أو بعدي عن الخارج، لكن ما تأخذه في العمل تخرجه خارج. ففي عوامل معينة قد تؤذي الشخص ليشعر أنه طيب. مكتفي، ولكن فعليا قد يصاب بالاكتئاب. طيب عبد العزيز، كيف يمكن توسيع رقعة ثقافة أضرار العمل الإضافي ليس فقط لمن يعمل هذا، لكن حتى لأرباب العمل، يعني للإداريين، لأصحاب الشركات؟ يعني البعض يتحدث عن حتى قد يكون المردود قليل عندما يكون هناك ساعات عمل طويلة، إجهاد، توتر، غضب. يعني كيف يمكن توسيع هذه الرقعة، رقعة التوعية والثقافة لهذا الموضوع؟ خلينا يعني لأختصر بشكل سريع. تفضل. أحد أرباب العمل أو مدراء العمل سواء من النساء أو من الرجال، وليكون واضح
في بعض الناس بتقول كيف هذا الشخص ملتزم بعمله بشكل كبير جدا، يعني بيأتي مثلا الساعة 5 أو السادسة صباحا حتى الساعة 4 أو 5 ولا يمل من عمله. هذا الشخص قد تكون له مشكلات أو خارج العمل لا يعرفها الموظفون. اثنين، في عنده حب السيطرة لأن يدير كل شيء تحت إمرته، فهذه عقد نفسية وجنون في العظمة لبعض الأرباب العمل اللي بيحب يأمر أو بيحب يأخذ السلطة تحت الموظفين. أما ثقافة ضغوطات العمل الآن بدأ حتى هنا في قطر، بدأ موظفون يكتبون يعني رسالة خطية للموارد البشرية لتقليل ساعات العمل لتكون منتجة، يعني بدل ما تكون 8 ساعات تكون حتى أقل من الوقت الإضافي. ومعروف أن الآن ساعات العمل الإضافي أحيانا يعني عفوا على المقاطعة، أحيانا يجد الموظف نفسه يعني مجبرا ولو حتى بطريقة غير مباشرة على القيام بساعات العمل الإضافية خوفا على مكانه في العمل. كيف يمكن إيصال هذه الفكرة للمدير؟ كيف يمكن أن يعني يحافظ على عمله مع الاستغناء عن هذه الساعات الإضافية؟ أحسنت نديم، هذه نقطة كتير حساسة. بعض الموظفين للأسف لا يستطيعون أن يقولوا لا، خوفا من أن مثلا ينزلوا في التقييم، خوفا أن لا يحبوا، خوفا أنه مثلا يعني ما يعطي ترقية، فيجد نفسه أنه يكافح حتى يحصل على الأشياء المتوقعة أنه المدير يعطي له إياها أو يستحقها. ولكن في الحقيقة في العمل it's business. ما في بعض الناس بيقول مشاعر، لا أنا محتاج في العمل أكون واضح، فأنا أحتاج كلمة لا، لأنه في بعض رباب العمل وأنا جلست معهم شخصيا يقولوا عندما نشعر أن الموظف واثق من نفسه عائلته بالنسبة له مهمة نحترمه. شكرا. أما الموظف الذي يهمل عائلته ويأخذ أوقات إضافية أكثر بحسب أنه يحصل على الترقية، أوكي ستحصل على المال، وبعد ذلك المال يزيدك تعاسة فعليا والعمل لن ينتهي بك أو معك، سيبقى للأبد. صحيح. رسالة جد رائعة، شكرا جزيلا لك السيد عبد العزيز دلول مدرب مهارات كان معنا من الدوحة. شكرا ل نانا. أحسنت يا نجد. ننتقل الآن مشاهدينا إلى موجز لأبرز الأنباء حول العالم. قتل 22 سوريا في قصف جوي مجهول المصدر في مدينة دير الزور في شرق سوريا، واتهم التلفزيون الرسمي السوري ومسؤول حكومي التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بشن هذه الغارات، إلا أن التحالف نفى مسؤوليته عنها. وتشكل محافظة دير الزور الاستراتيجية مسرحا لهجومين منفصلين، الأول يقوده الجيش السوري بدعم روسي على الضفة الغربية لنهر الفرات، والثاني تنفذه قوات سوريا الديمقراطية بدعم أمريكي على الضفة الشرقية للنهر الذي يقسم المحافظة إلى شطرين. فازت الصحفية السورية وعد الخطيب بجائزة روري بيك البريطانية المرموقة التي تحظى بتقدير عالمي وتكرم سنويا أفضل المصورين والصحفيين المستقلين. ومنحت الجائزة للخطيب لتصويرها فيلما مروعا داخل مستشفى في حلب في أعقاب قصف مدمر، وكانت الخطيب تغطي الأحداث داخل مستشفى القدس آخر مستشفى عامل آنذاك في شرق حلب، بينما كانت المعارضة السورية على وشك خسارة هذا الجزء من المدينة لصالح قوة النظام. وقد تابعت الخطيب دراساتها في جامعة حلب وتعلمت التصوير بنفسها قبل أن تتلقى مزيدا من التدريبات من أكاديمية دوتشي فيلي وتلفزيون أورينت.
أدى حكام أربع ولايات ينتمون إلى المعارضة الفنزويلية اليمين أمام الجمعية التأسيسية التي يعتبرونها غير شرعية. وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية سجل حزب الرئيس نيكولاس مادورو نتيجة جيدة في انتخابات حكام الولايات، وقد فاز في 18 ولاية ولم يخسر سوى في 5 ولايات. ورفض حكام الولاية الخامسة التي ينتمي إلى المعارضة أو الذين ينتمون إلى المعارضة الانضمام إليهم، ووصف الجمعية بأنها مزيفة. من جهة أخرى أشاد مادورو بالخطوة مؤكدا أنها اعتراف بالصلاحيات الواسعة للجمعية التأسيسية التي انتخبت في 30 من يوليو تموز في اقتراع دعا إليه وقاطعته المعارضة. تطلق شركة الوطنية موبايل الفلسطينية خدماتها في مجال الاتصالات الخليوية في قطاع غزة للمرة الأولى بعد سنوات من المحاولة، وتعمل الشركة في الضفة الغربية المحتلة، وستكون الثانية فقط في قطاع غزة المحاصر الذي تسيطر عليه حركة حماس. وكانت شركة جوال للهواتف الخليوية التابعة لمجموعة الاتصالات الفلسطينية الشركة الوحيدة العاملة في القطاع منذ نحو 20 عاما في مجال الهواتف النقالة. وترفض سلطات الاحتلال حتى الآن السماح لشركات الهواتف الفلسطينية بالحصول على الترددات اللازمة لإيصال خدمة الجيل الثالث، مما يضطر أهل الضفة الغربية للاشتراك بخدمات تقدمها شركات إسرائيلية بتكلفة مرتفعة. عند مدفأة مطلية بالذهب في قصر الإليزي خلف مجموعة من وزراء الدولة أثناء اجتماعهم بالرئيس. وجاء في المقطع المصور أن نيمو قاطع الاجتماع عندما التفت إليه وزراء الدولة وهو يتبول قبل أن ينفجروا من الضحك. وتبنى ماكرون وزوجته بريجيت الكلب نيمو من ملجأ للكلاب في أغسطس آب الماضي، وانهالت التعليقات الساخرة حول الواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي. بهذا ننهي الموجز ونعود إلى أحمد. شكرا لك نادين. يبدو أن نيمو حصل على اهتمام وسائل الإعلام. نذهب إلى موضوع آخر، حيث نزل نحو 100 غواص من المتطوعين لقاع البحر الأبيض المتوسط، وذلك لجمع القمامة من مناطق عديدة قبالة شواطئ لبنان وفرزها لإعادة تدويرها. مايا سعد وهي لبنانية مغتربة تعيش في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية، هي من أطلقت الحملة بالتعاون مع مبادرة لايف لوف بيروت، وأعلنت أنه تم جمع نحو طنين من المخلفات من قاع البحر، معظمها مخلفات بلاستيكية. مين غيرنا رح يروح يشيل الزبالة؟ هيدا البلاستيك هيك بدها 1000 سنة ما بتنشيل من البحر، ما بتنعمل ديجريديشن، عرفت؟ فنحن لازم نروح ونشيلها، عرفت؟ وما حدا عم يدفع لنا تنحط ماشينز يفوتوا ينظفوا لنا الشط او شيء، يعني ما عندنا ذا كايند اوف ماني از ا كونتري، فنحن انه لازم نشيلها. وكمان مع هيدا لازم كل واحد عنده مسؤوليه انه يتاكد انه ما اول شيء ما عم بكب البحر، ما عم بكب من الشباك، لانه كل هدول عم بهيدا كل واحد عم بيعمل سورتنج للتراش تبعه تينعمل لهم ريسايكلينج. اليوم ليه مهمة هالمبادرة؟ لأنه مشكلة الزبالة أكيد كلنا عم نعاني منها وكلنا عم نشوفها كل يوم. وقتها نشوف اللبنانية عم يجوا من برا كرمال يساعدوا بهيك مشكلة، نحن ما فينا ما ندعمها، ما فينا ما نساعدها. فأكيد هيدي منا أول أكتيفيتي، رح يكون في كتير أكتيفيتيز بكل المواسم بالشتوية وبالصيفية. لأنه كتير مجهول البحر دايما بس روح أختص بلاقي جاية، فمنجرب نحن نشيلهم بس حلو أنه نكون مع كل العالم عم بيشيلوهم بذات الوقت.
إذن برنامج صباح النور مشاهدينا متواصل معكم وفيه بعض الفاصل. المخرج العراقي رعد مشتت ضيف برنامج صباح النور وللحديث عن فيلمه صمت الراعي الذي حصد جائزة أفضل مخرج في مشاركته ضمن مهرجان عين لندن للأفلام العالمية. مقابلة خاصة مع عارضة الأزياء الصومالية الأمريكية العالمية حليمة آدن تدعو النساء لإسماع صوتهن وخوض غمار السياسة. أهلا بكم من جديد. نظم في العاصمة البريطانية مهرجان عين لندن الذي يعد أحدث إضافة لمهرجانات السينما والذي أقيم لأول مرة هذا العام ويهدف وأيضا لتسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان والسلم والتعايش والتسامح ويشجع أيضا منتجي الأفلام والمخرجين الجدد. يعني بالفعل وتواصلت فعاليات المهرجان على مدى يومين وشارك فيه مخرجون من كافة أنحاء العالم بينما كان للمغرب والعراق بصمة لافتة توجت بمنح المخرج العراقي رعد مشتت جائزتي أفضل مخرج وجائزة لجنة التحكيم عن فيلمه صمت الراعي. لنتابع. يما روح نجيب لنا ماي بدلي زوج تجيب لنا ماي. صمت الراعي والمسيرة وعمي أفلام عربية شاركت في مهرجان عين لندن للأفلام العالمية في دورته الأولى من عواصم عربية عدة. حمل مخرجون وفنانون أفكارا وقصصا تعكس بيئتهم التي أتوا منها لتكون مرآة تحاكي الضمير العالمي في عاصمة الفن. فكرة المهرجان كانت بالأساس عن حقوق الإنسان، القضايا المحلية اللي إحنا ما نسمعها في المهرجانات الثانية. مخرجين كثير عايشين في أماكن عندهم مشاكل معينة، المشاكل هذه إحنا ما نسمع عنها بس عن طريق السينما وعن طريق الأفلام صرنا إحنا نسمع بالمشاكل هذه ونعرف أن شو المجهودات للناس في الدول المعينة في هذه، أن شنو المجهودات اللي صارين يقومون بها. Which is best feature film director and this film is awarded to Silence of the Shepherd. عيون لندن صفقت بحرارة للعراقي رعد المشتت عند تسلمه جائزتي أفضل مخرج ولجنة التحكيم. حبس يا وليدي الزلم. لا احنا بطال ولا احنا خوان. اقول لك كلهم وكلتهم الحرب، شو تريد؟ احكي وياي. الجمهور العربي الصمت مش كلها حويصة، يعني عالمنا تعود على الصمت، حجم الاستبداد، الطغيان، الهيمنة، السيطرة كثير عنيفة كانت على النفس الإنسانية دفعتها إلى الصمت، إلى الاختباء داخل speechless، يعني ما تقولين شيء، لكن هذه اللحظة لا يمكن أن تستمر. الحياة بدفقها العظيم بأبنائها بالتجارب المريعة لقصص هذا الصمت لازم يهشم. بغداد التي تعيش ظروفا أمنية وسياسية عصيبة حضر فنانوها بوجه آخر بعيد عن أزمة بلاد الرافدين. في هذا المكان كان لقاؤنا مع مخرجين عرب وفنانين ونجوم، ومنه أيضا قد نشهد ولادة أعمال أخرى تخلد فترة زمنية في تاريخنا قد تستعصي ذاكرة المواطن العربي على نسيانها. ربا رجب، التلفزيون العربي في لندن. إذن نرحب مشاهدينا بالمخرج رعد مشتت، أهلا بك. يعني أول شيء مبروك على الجائزة. أريد أن أسألك عن هذه الجائزة بالذات، يعني منذ حوالي 2014
تم إخراج هذا الفيلم، شارك في العديد من المهرجانات، الكثير من الجوائز. ماذا يمثل عين لندن لك؟ الحقيقة عين لندن، أولا لندن، وأنا عشت، أنا درست سينما في لندن وعشت في لندن فترة طويلة من الزمن. حسألك كنت هذا يعني جزء من يعني تمتلك قيمة خاصة بالنسبة لي. لكن فيما يخص هذا المهرجان تحديدا، أنه هناك عين جديدة حقيقة تراقب وتتابع المنتج الإبداعي ليس فقط العربي الحقيقة، من كل مكان بالعالم، اللي خارج دوائر المؤسسة التجارية الكبرى. نحكي عن هوليوود ونحكي عن شركات التوزيع اللي تتحكم بصناعة الفيلم بالتأكيد، وأيضا في مدى الفرص الحقيقية اللي تتاح لهذا الفيلم أن يوصل للناس. وانت تعرف يعني أي فيلم ينتج مخرج أو منتج هدفه هو الوصول للناس. أكيد طبعا. بعد شفناك بالتقرير عم تتذمر من الصمت، وحضرتك كتبت سيناريو هيدا الفيلم، هل أوصلت صوتك من خلال صمت الراعي؟ صوتي أو الرسالة، يعني المسج، الرسالة. أولا أقول لك يعني الحقيقة أنه يعني في العراق مع الأسف لحد الآن ما عندنا وضع أن تصبح السينما كمشاهدة كمكان يعني ما مؤسس هذا الشيء. الآن تنفتح مولات جديدة، تعرفين بسبب ظروف العراق والحرب كلها، الآن تنفتح مولات وتنفتح صالات سينما. اختبار حقيقي للمنتج العراقي بعد 2003 مع الجمهور لم يزل قاصر. يعني احنا نصنع افلام، هاي الافلام تروح المهرجانات الدولية، هذه الافلام تاخذ جوائز، تحصل على جوائز، لكن هذه الافلام ما عندها فرصة ان توصل لمشاهدها اللي هو الهدف الاساسي اللي يعني كمخرج يعني يعني ارجو اوصل الى جمهوري بالتالي يعني تبقى حسرة يعني نتخيل. نعم، ممكن زيادة الوعي من خلال الرسالة التي تريد اوصلها. طيب، ذكرت نادين موضوع الصمت، يعني اريد ان اسالك ايضا عن هذا الموضوع الصمت. يعني الصمت، صمت الراعي الذي راى فتاة تقتل عاد حوالي 16 سنة، يعني هل موضوع الصمت هو فعلا يعني ان يكون هو صمت، ام يجب ان يكون، لانه يعد مشترك في الجريمة، هل دائما الضحية الاولى هي النساء في مجتمعاتنا العربية سياسيا قبليا، وهل هذا الصمت يعني يكون مستمر أو يجب أن يكون هناك خروج عن هذا الصمت؟ الحقيقة أنت تعرف يعني إحنا جميعا نعرف أنه الصمت المفروض وراء سلطة، أكيد. وهذه السلطة تتعدد أشكالها، يعني من سلطة الدولة أو النظام أو أجهزته إلى سلطة المعايير والاعتبارات الاجتماعية والدينية والأخلاقية إلى سلطة القبيلة الحقيقية، يعني أيضا موجودة يعني، وهذه يعني حضور كبير في العالم العربي. صحيح. يعني خاصة لما نحكي عن المشرق وبالتحديد العراق، فالعقلية القبلية يعني هذه السلطات كلها إما يمكن إذا يعني تشوف صمت الراعي بتمعن هو يشف من هاي السلطات كلها من واحدة إلى الأخرى في محاولة للكشف عن المأساة العميقة اللي أولا تعانيها المرأة، وهو فيلم يعني بطلاته معظمها النساء الحقيقة. وطبعا إذا المرأة عانت فالمجتمع برمته سيعاني بالنتيجة، يعني جميل، ماكو استثناء لأحد. يعني عدة مخرجين شاركوا في هذا المهرجان الأخير، ما الذي جمعكم إنسانيا وسينمائيا؟ سينمائيا الناس اللي مشرفين على هذا المشروع ناس عندهم بصر وعندهم بصيرة عميقة وعندهم تجربة وعلاقة مباشرة بالصناعة، بصناعة الفيلم، عندهم أيضا يعني اطلاع نظري ومتابعة لما ينتج بالعالم العربي. يعني الميزة الجميلة أني بالنسبة لي بهذا المهرجان خصوصا أنه يعني متأكد هيئة التحكيم اللي كانت موجودة يعني على مستوى يعني على مستوى رفيع، مو لأنه أني فاز عملي، لكن حقيقة من الاختيارات نفسها للأعمال اللي قدمها المهرجان فشي مميز من جانب تقني إبداعي خلاق، ومميز من جانب أيضا رسالته الإنسانية، لأنه يعني إحنا بأمس الحاجة لنلقي بنيوز نوصل
أعلام الناس فيه. يعني طبعا هذه الجوائز العالمية لا تحوم حولها الشكوك. هو أيضا الجميل هي هذا الجانب، الجانب من الموضوع الإنساني في الأفلام. طيب أريد أن أسألك، أنت كشخص يعني أنت ما شاء الله عليك متعدد، رسام وشاعر وكاتب سيناريوهات، حتى تنقلت بين العديد من الدول، يعني دول العالم، كيف أثر هذا على عملك أنت بشكل خاص، هذا العمل الإبداعي الذي يتطلب جهد كبير ورؤية ويمكن صبر، حتى الشعر أنت تقرض الشعر، كيف أثر هذا في كل مجالك الإعلامي؟ تعرف السينما عمل معقد، وأن تكون مخرج بالسينما عمل أكثر تعقيدا، لكن يعني التجربة اللي أنا خضتها في لندن، طبيعة العمل، طبيعة التعامل مع العمل بهذا المكان طبعا يعني أصبح جزء من تربيتي الحقيقة. بالتالي يعني لما ردت أصنع عمل أنا رحت وأني طاقة يعني المخرج لازم عنده تعاشق مع طاقات أخرى مبدعة خلاقة، ويا من السينماتوغرافي للمصورين للناس اللي تطول النور للناس اللي صحيح. وتأتي بعدين للمونتاج وعملية تركيب المطبخ الحقيقي حيث يصنع الفيلم. يعني إذا كان عندك هذا الاستعداد، إذا كان عندك طاقة أن تصنع اللي أنت رايح للهدف اللي هو الفيلم السيناريو اللي بإيدك هنا، وأن تجد هذه الطاقات وتتعاشق معها فعلا لصناعة هذا العمل، أنا متأكد يعني النتائج راح تكون يعني النتائج كانت كان ظاهرة يعني. شكرا جزيلا لك المخرج العراقي رعد مشتت على هذه المشاركة معنا اليوم. شكرا جزيلا لك ومبروك، وأنا سعيد جدا في لقائك. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. Thank you. شكرا. والآن مشاهدينا على فقرة الصحافة، واليوم نخصصها للصحافة التركية مع الزميل عدنان الظاهر. صباح النور عدنان. صباح النور. نبدأ مع صحيفة ياني شفاق. هناك صباح النور أحمد. صباح النور نادين. يعني هناك تهكم كبير على موضوع انتقام الدول الغربية من العالم الإسلامي، ممكن تحدثنا أكثر عن هذا، يعني كيف تناولته صحيفة ياني شفاق؟ بالفعل أحمد، اليوم صحيفة ياني شفق المقربة من الحكومة التركية خصصت في صدر صفحتها الأولى ملف المدن الإسلامية التي تم تدميرها منذ عام 2003 وحتى هذه اللحظة. الصحيفة تتهم في مقالتها اليوم الولايات المتحدة الأمريكية بأنها قامت عن عمد بتدمير عدد من المدن الإسلامية، وبالتحديد كل من بغداد والموصل، وانتهاء بالرقم من خلال ذريعة ما تقول الصحيفة محاربة تنظيم الدولة الإسلامية. الصحيفة تقول أن هذا التدمير الممنهج للحواضر والمعالم الإسلامية بدأ منذ عام 2003، أي منذ الاجتياح الأمريكي للعراق، حيث تم قصف وتدمير العديد من الشواهد الأثرية هناك، وأيضا في الموصل التي تم تسويتها بالأرض بحسب الصحيفة بحجة مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية. أيضا هناك قسم في المقالة مخصصة أحمد لمدينة الرقة السورية، تقول الصحيفة أن كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية قامت بتدمير كامل لهذه المدينة بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية بحجة أيضا مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية. وبالتالي هناك الكثير من علامات الاستفهام تطرحها هذه الصحيفة بخصوص هذا التدمير الذي طال الآثار التي تعود إلى مئات السنين، وبالتحديد الآثار العثمانية والسلجوقية التي كانت تتواجد في المدن الإسلامية. أحمد، يعني في شأن ذي صلة، صحيفة صباح تسلط الضوء على تصريحات أردوغان بخصوص مآسي الدول الإسلامية واتهامه الدول الغربية بغض الطرف عن ذلك. بالفعل نادين، اليوم أيضا صحيفة صباح سلطت جزء كبير من الصفحة الأولى للتصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم أمس
خلال الذكرى السنوية 14 لوفاة الزعيم أو الرئيس البوسني الأسبق علي عزت بيجوزوفيتش، حيث قال أن القيم الإنسانية للدول الأوروبية كانت قد ماتت في البوسنة خلال غضها الطرف للمأساة التي حدثت هناك. وأيضا هذه القيم الإنسانية بحسب أردوغان تم دفنها في سوريا بعد أن غضت هذه الدول سواء الدول الغربية أو الولايات المتحدة الأمريكية عينها عن مأساة الشعب السوري. أيضا أردوغان يقول بحسب ما تنقل الصحيفة أن من غض طرفه عن معاناة ومأساة المسلمين في البوسنة اليوم لن يحرك ساكنا وسيبقى أعمى أو أصم تجاه المعاناة أو المجازر الجماعية التي تحدث بحق مسلمي الروهينجا في ميانمار. طيب يعني إلى شأن آخر عدنان، صحيفة حريات تناولت موضوع أو سلطت الضوء على موضوع حوادث المرور مستندة إلى تقرير عن إدارة المرور، ما تفاصيل هذا الخبر؟ بالفعل أحمد، التقرير اليوم في صحيفة حريات لافت للانتباه، هناك أكثر من 22 مليون سيارة في عموم المدن التركية. التقرير بحسب ما تنقله الصحيفة يقول أن 46 حادثا مروريا يحدث في الساعة في عموم المدن التركية، وهناك 10 حالات وفاة كل يوم جراء هذه الحوادث المرورية. كما هو معلوم أن تركيا تعد من أكثر المدن في العالم ازدحاما بالسكان وأيضا بالازدحام المروري، وبالتالي فهناك أعداد وفيات تتزايد بشكل دائم بحسب التقرير الذي أصدرته الصحيفة صحيفة حريات نقلا عن دائرة المرور العامة التركية، حيث أن أعداد الأشخاص الذين يلاقوا حتفهم جراء حوادث المرور هي في تزايد مستمر، لا سيما في الأعياد والمناسبات الدينية أو الاجتماعية. أحمد، نعم. وأخيرا في صحيفة جمهوريات دراسة تشير إلى أن عدد كبير من المولودين الجدد يفارقون الحياة وذلك بسبب أهليهم، لماذا؟ بالفعل نادين، دعيني أختم بهذا الخبر أو التقرير الطبي الذي نشرته صحيفة جمهوريات. كما هو معلوم هناك الكثير من العادات المتشابهة سواء في الثقافة التركية أو العربية، لا سيما في القرى والمدن النائية، حيث يقوم الأهالي بمسح جسد الوليد الجديد بالملح، وهذه العملية أو العادة الاجتماعية الخاطئة كما تسميها الصحيفة تؤدي إلى وفاة عدد كبير من الأطفال أو المواليد الجدد، حيث أن وضع مادة الملح على جسد الوليد الجديد تؤدي إلى ارتفاع نسبة الملوحة في الدم، وبالتالي فإن هذا المولود الجديد قد يتعرض حياته للخطر بناء على هذه العادات الاجتماعية السيئة. والصحيفة تنهي هذا المقال بعدد من التوصيات لأحد الأطباء الأتراك الذي أجرى هذه الدراسة، يقول فيه يجب على الجميع وبالتحديد على الأمهات التخلص من هذه العادات الاجتماعية الخاطئة، سواء بوضع مادة الملح على جسد الوليد الجديد أو وضع بعض المواد الخاصة بالتربة على في بعض المناطق الباردة حماية لأجساد المواليد الجدد، وهذا ما يؤدي بحسب الدراسة التركية هذه إلى وفاة عدد كبير من الرضع. نعم عدنان الظاهر، كنت معنا من إسطنبول في فقرة الصحافة، وكانت هذه المرة من تركيا. شكرا جزيلا لك عدنان. نبقى مع الفنون نادين. بالفعل الفن فن عرض الأزياء. فن عرض جميل. الأزياء فعلا فن جميل. حليمة آدن شابة صومالية أمريكية في العشرين من عمرها لمع اسمها بعد مشاركتها في مسابقة ملكة جمال مينيسوتا وهي مرتدية الحجاب، وذلك كان عام 2016، لتوقع بعدها عقدا مع وكالة IMG الأمريكية الكبيرة لعرض الأزياء. وبذلك أحمد تحاول حليمة كسر الحواجز أمام الفتيات المسلمات للوقوف بوجه الأفكار المسبقة التي تطال عددا كبيرا منهن. آدن كانت إحدى الوجوه التي برزت مؤخرا في مودست فاشن فيستيفال أو مهرجان الموضة المحتشمة في لندن، حيث أجريت معها اللقاء التالي.
حليمة أعدن، أهلا وسهلا بك في التلفزيون العربي. شكرا. حليمة، ما الذي تغير منذ مشاركتك في مسابقة ملكة جمال مينيسوتا عام 2016؟ الكثير تغير، حياتي بأكملها تغيرت. دخلت عالم عرض الأزياء وما زلت أواصل بنشر رسالتي وهي الجمال من خلال الاختلاف، لكن أريد أن أطور نفسي والأشياء التي أقوم بها. بالتأكيد لا أريد أن أحصر اهتماماتي بصناعة الموضة، أود العمل مع اليونيسف أو الأمم المتحدة ومنح الأمل للأطفال حول العالم أو أولئك الذين يعيشون في مخيمات اللجوء. كيف تعتقدين أن سوق الموضة يتغير؟ سوق الموضة يتغير بشكل كبير جدا. عدد أكبر من النساء يتابعن الموضة حتى لو كنا من محبي اللباس المحتشم. هي فرصة لإبراز المرأة الجميلة مع الحفاظ على الطابع المحتشم. ومن المهم أن مصممي الأزياء بدأوا يأخذون بعين الاعتبار احتياجات السوق ومتطلبات هؤلاء النسوة. رسالتك لا تنحصر فقط بالجمال، أنت تريدين الاحتفاء بالنساء من كافة الخلفيات، من مختلف الديانات والثقافات، ولكن برأيك من يتلقى هذه الرسالة أكثر؟ هل هن النساء المسلمات أم غير المسلمات؟ أظن أنهن النساء المسلمات بالدرجة الأولى إلى جانب النساء الأخريات، لكن أعتقد أنه تم تهميش النساء المسلمات لوقت طويل جدا. نحن نتواجد أينما كان، لكن لم تمنح لنا سابقا فرصة التعبير عن أنفسنا أو عن اعتقاداتنا. أما اليوم فلقد اقتحمنا المجالات العامة إلى جانب عالم الموضة، ولكن الأمر لا يجب أن يتوقف عند هذا الحد. يجب منح المجال للجميع وللنساء المحجبات كذلك. طيب أي دور تلعبه الموضة في ذلك؟ الموضة تعتمد على التعبير، وعندما يتم تهميش فئة من النساء فهذا يعني عدم أخذهن على محمل الجد كالقول إنهن لا يلائمن مقاييس الجمال، وهو شيء مغلوط. ألهمت عددا كبيرا من النساء، ولكن من ألهمك أكثر ولماذا؟ شكرا. هي أمي ثم أمي، لا يمكن اختزالها بكلمات. لقد ألهمتني كثيرا. هل قلت أمة؟ كنت أعني أمي. هي امرأة استثنائية قوية، وأريد أن أكون مثلها وأن أرتدي الحجاب كما تفعل، وهذا مصدر فخر بالنسبة لي. التقيت بعارضات أزياء عالميات كجيجي حديد، بيلا حديد، وإلسا هاسك. هل وجدت أن هناك نقاط التقاء معهن؟ نعم، كل هؤلاء النساء هائلات وهن وجوه قوية في عالم الموضة، وعلي تعلم الكثير منهن. لا توجد طريقة جيدة وأخرى سيئة لتمثيل الإسلام. الشقيقتان حديد مسلمتان ومحتشمتان، لكن على طريقتهما الخاصة. فالأمر إذن يخضع لطريقة تفسيرنا للأمور، ويتعلق برؤيتنا الخاصة وتفضيلنا الخاص. تبلغين من العمر 20 عاما، صوتك يصل إلى شرائح كبيرة من الناس، ولكن ألا تعتقدين أو ألا تخشين أن تصبحي حبيسة هذه الصورة، أم أن الرسائل والمفاهيم والأفكار حتى يمكن أن تتغير وتتبلور مع الوقت؟ نعم، هناك دائما إمكانية للتطور. بلغت 20 في سبتمبر الماضي، وبالطبع لابد أن تتغير شخصيتي مع تقدمي في العمر. ولكن فيما يتعلق بمفهومي للاحتشام، لا أعتقد أن ذلك سيتغير، ولكن بالطبع أريد أن أنضج على المستوى الشخصي. في أي اتجاه؟ من خلال المشاركة والعطاء. أريد أن أعمل في المجال الخيري وأن أنفتح على المدارس والجامعات. عندما يصل صوتك تتمتعين بالقوة. أريد أن أطور منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بي. لا أود أن تتحدث وسائل الإعلام باسمي. يمكنني إيصال رسالة لمتابعي، وأمل أن تحصل كل امرأة على فرصة مماثلة. اعترضت على رسائل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن هل تعتقدين أن الرسائل التي تحاولين نشرها يمكن بالفعل أن تقف بوجه الأفكار المسبقة حول الإسلام والنساء المسلمات وأيضا الصوماليات الأمريكيات؟ المسلمون حلفاء،
هم ليسوا أعداء، نحن متحدون لمحاربة التطرف. المسلمون هم أيضا ضحايا. بلدي الصومال واجه مؤخرا مأساة كبيرة، مئات البشر ماتوا، وأكرر أن هؤلاء مسلمون. يجب على العالم أن يدرك أن الأفكار المسبقة التي يروج لها في الإعلام لا تتطابق مع جميع المسلمين. الشخصيات العامة المسلمة تساعد على تغيير هذه المفاهيم. تودين التعاون مع اليونيسف، منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وأن تشهد على إعادة إعمار الصومال، ولكن هل من فرصة قريبة لذلك برأيك؟ أريد تشجيع النساء على الانخراط في البرلمانات. نحن نصنع التغيير ونكسر الحواجز، وعلينا دخول عالم السياسة. لذا أريد بالتأكيد تشجيع أخوة الصوماليات على النهوض وإسماع صوتهن، وأمل أن أرى بعضا منهن في مناصب وزارية مهمة، ولما لا في موقع الرئاسة، من يعلم. ماذا تقولين للنساء اللواتي يخشين من إبراز نقاط اختلافهن؟ Don't be scared. The world is powerful. لا تخفنا، العالم قوي ويمكنه الإنصات أحيانا. الأشخاص الذين ساعدوني ودفعوا قدما بمسيرة المهنية ليسوا مسلمين. العالم لا يقف ضدنا، لدينا حلفاء أيضا، لكن من المهم أن نعلم من يدعمنا. وكلمة أخيرة لمشاهدي التلفزيون العربي. السلام عليكم. I love you. Thank you. جميلة. نعم أحمد، يعني حليمة آذن عرضت أزياء جميلة جدا، متواضعة جدا ومنفتحة جدا، يعني تتعامل بالطريقة التي تود أن يتم التعامل بها مع النساء المحجبات والمسلمات حتى شخصيتها العالم. شخصيتها جدا قوية بالفعل. خلينا نرحب بشخصية أقوى كمان. لا ما بعرف إذا أقوى. رحب بزميلتنا مها. صباح الخير يا أخو. صباح الخير نادين، وولدن يعني جهد رائع في المقابلة. Thank you. ننتقل إلى أخبار من الأزياء والجمال، إلى أخبار ستثير غضب الطرفين سامسونج وأبل اليوم. جولة جديدة في أروقة القضاء الأمريكي بين شركتي أبل وسامسونج بشأن براءة الاختراع في تصميم الهواتف الذكية ذات الحواف المستديرة، بالإضافة لميزات أخرى. وكانت القضية قد سويت عام 2012 بحكم يطلب من سامسونج دفع أكثر من مليار دولار لأبل بدل أضرار انتهاكها لتصاميم أبل، وتم تقليص المبلغ عبر السنوات إلى 400 مليون دولار. ولكنها تعود إلى القضاء من جديد بعد استئناف من الشركة الجنوبية أو الشركة الكورية الجنوبية. وينتظر الطرفان موعدا لإعادة المحاكمة بشأن قيمة الأضرار المدفوعة، لكن يبدو أن هناك استعدادا من الجانبين لحل هذه القضية، وذلك أن أمامهما هدفا أكبر يتطلعان إليه، وهو المعركة القانونية القادمة مع شركة كوالكوم والتي تقاتل فيها أبل وسامسونج جنبا إلى جنب. شو يقولوا؟ أنا وحيي على ابن الجيران، وأنا وابن الجيران على الغريب. بالضبط. لا وهذا لقاء الجبابرة، وشكلها يوالكم حتروح كوالكم. عندها كمان قضية براءة اختراع مع أيوه. أبل، وهي بتقدم معالجات التي تسمح بربط هواتف آيفون بشبكات الاتصال، وهي قضية يعني هي صارت فيها قضية براءة اختراع، ولكن في نفس الوقت أبل تحاكم سامسونج بقضية برضو يعني هناك نقل، ولكن هناك براءة اختراع. التسوية ممكن على حساب تكون كوالكوم، ممكن تكون على حساب القضية، معركة على حساب أكبر. القضية بشكل عام. نعم، واستطاع سامسونج حتى اللحظة بتقليص العدد إلى أقل من 50%، ومن 2012 كان هو حوالي مليار. مليار، وهلا صار يعني أقل 500 مليون، بعدين صار يقل أكثر وأكثر. وبس في المحصلة كمان هناك قضية مرفوعة على أبل منذ يومين على قضية الإيموجي، فالكل يرفع قضايا على الكل، وهذا يفتح الباب التساؤلات مرة أخرى بشأن الملكية الفردية وبشأن براءات الاختراع الإلكترونية. فهناك استنساخ أيضا من فيسبوك لميزات في سناب شات، ولكن الموضوع يبدو يعني أنه هل يبدو أن الأزمة بين سامسونج وأبل حسب ما نفهم أنه ربما تكون في طريقها إلى الحل؟
وهي أبل محقة لأنه يعني القضاء الأمريكي بث بهذه القضية وهناك إجراءات تتخذها أبل، ولكن يبدو أن هناك تسوية حتصير برا، هيك بتوقع المختصين. فإن شاء الله ما يزعلوا منا لا أبل ولا سامسونج، إحنا بس ننقل الأخبار كما هي. ننتقل إلى خبر آخر، حيث لم تعد حوادث الاحتراق مقتصرة على شركتي أبل وسامسونج، فها هي جوجل تدخل دائرة الانتقاد هي الأخرى، فقد تم رصد حالات احتراق جزئي في شاشات هاتف بيكسل 2 بعد أسبوع على طرحه في الأسواق. وكشف موقع أندرويد سنترال أن جزءا من الشاشة يحترق ويتحول إلى لون رمادي دون مسببات خارجية. من جانبها أعلنت شركة جوجل المالكة لنظام أندرويد أنها ستجري تحقيقا في الحادث، وأنها ستخضع كافة إصداراتها لعملية اختبار شاملة للجودة. ويشير المختصون أن الكثير من الشاشات لا سيما شاشة أوليد تميل إلى الإصابة بحالات احتراق جراء بسبب عطل في مصابيح LED المستخدمة في تشكيل الصورة. يعني بطلت دائرة الاتهام بس مقتصرة على سامسونج وأبل، كمان بيكسل جوجل دخلت على الخط وهناك حالات احتراق، ولكن هي ليست احتراق للتوضيح. لكن هذا يعني الخبر قد يكون كدق ناقوس الخطر عن جد بفعل الهواتف المحمولة، السرعة الزائدة، المعالجات، احتراق الهواتف، يعني يجب فعلا الحذر والتنبيه من هذا الموضوع. يعني هنا يجب أن نتساءل عن المعايير، معايير السلامة، من يراقبها؟ هي للإيضاح فقط، سامسونج وأبل صار فيها احتراق للجهاز ذات نفسه، ولكن هذه المرة هي في الشاشة، شاشة LED أو LED، هي شاشة يعني يبدو أنها فيها احتراق، فهي بتصير لونها رمادي ويعني بتصير غير قابلة، فهي لم تحترق بمعنى الاحتراق الذي شاهدناه في. طب هذا مبدئيا قد يكون هناك، يعني قد يكون فعلا احتراق، لا نعرف. لا هو الحد اللحظة هو هذا ما تم رصده، فيبدو بس إنه الموضوع هناك مشكلة في الشاشات ويحاولون التحقيق فيها، وشركة جوجل أعلن أنها ستحقق فيها وستحقق في جودة باقي إصداراتها الإلكترونية. شكرا جزيلا لك مهرزة. شكرا لكما. شكرا لك مها. الموعد يتشتت معك في الغد، ولكن قبل ختام حلقتنا لليوم نذكركم مشاهدينا بمواعيد برامج التلفزيون العربي لهذا اليوم. وبهذا تنتهي حلقتنا لليوم، شكرا للمتابعة ونلقاكم غدا في الموعد نفسه، فكونوا في الموعد. إلى اللقاء. إلى اللقاء.